لا الصوت موجود الإخوان مسامحة الصوت موجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإخوان الأخوات السلام عليكم. التخزل ولا النزول يمكن الصوت موجود لكن كاين شي تعليق لحقاش انا كنت قلعت الصوت دابا يمكن الصوت راه تلقت له الصوت موجود اه لا الصوت موجود ما شاء الله السلام عليكم الاخوان الاخوات نستناو شويه الاخوان والاخوات ديالنا الاحرار والحرائر ي... ي... في الكاستنال هذا المباشر بفارغ الصبر نشكركم على على اتصالتكم واستضافه و ديال الاخ محمد رادي الليلي واحد الشرف كبير باش باللي استقبلتي الاضافه الاخ رادي واحد النهار كبير نشكرك على هذا القبول لمشاركه هذا ال هذا البث المباشر كما نعرف لا سواء الشعب الصحراوي ولا الشعب الريفي ولا الشعب المغربي ككل يعيش حقره ظلم من طرف النظام الدكتاتوري العلوي ولهذا ان شاء الله موضوع اليوم غادي يكون فيه مثلا لحقاش شفنا ما شاء الله الشعب الصحراوي متقدم بزاف في القضيه ديالو لا سواء هنا في اوروبا ولا على المستوى الدولي يعني كاين ما شاء الله عليكم ولا في النضالات ديالكم ولا المسيرات ديالكم اللي كتقوموا هنا بها لا سواء في الداخل ولا الخارج يعني هنا عاود غادي يمكن تعطينا لنا شي نصائح كي كحنا كشعب الريف مضطهد من طرف هذا النظام آه انترك عرفة الأخ راضي آه عندنا معتقلين سياسيين حاليا في السجون النظام الديكتاتوري العلوي طلبوا مطالب عادلة ومشروعة آه من بعد رشد المصير ديالهم وكيف كيتعامل هذا النظام مع ابناء الشعب ككل الاخ الراضي الليلي المهم درنا شي مقدمه الاخ محمد الراضي الليلي غني عن التعريف واحد ناشط صحفي صحراوي حر نزيه مستقل كيدافع على الشعب ديالو كيدافع على الحقوق ديالو وبغاو الاستقلال ديالهم من هذاك النظام الديكتاتوري العلوي واللي ما يعرفوش غادي يعرفوا اليومنا ولنا الشرف نعاودها مرة أخرى بلي قلت الاستضافة دي شي مقدمة آه الأخ محمد الراضي من بعد غادي ندخلو عندي هنا شي أسئلة باش نشاركوهم مع الإخوان والأخوات الكلمة لك شكرا لك الأخ كريم ومن خلالك نشكر الناس يعني المتابعين لك في هذه الصفحة أنا كذلك يعني شرفني أن نكون معك في هذا المباشر وشاهدك من بعيد كنت نشاهدك دائما من بعيد و... ومعتز حقيقة بالعمل اللي تقوم به لفائدة الشعب الريفي وحقيقة يعني انت من الناس اللي ليس مجاملة ان شاء الله يعني مسترسل في العملك انت والاخ اللي يكون معك دائما في المباشر قائمين بعمل جبار جدا وحنا يعني كذلك احنا نفتخر ونحس نحس بقرب وجداني كذلك للشعب الريفي فيما يتعلق بالتعريف بسيط محمد راضي الليلي من مواليد مدينة اقليمي في 1975 الى غاية 1991 سافرت لمدينة العيون المحتلة واستقريت فيها الى حدود 1995 بعدها حصلت على الباكالوريا في العيون وتوجهت الى الرباط ودرست في في الجامعه في الرباط من 1995 الى 2006 حيث حصلت على دبلوم دراسات العليا المعمقه في سوسيولوجيا الاسره في هذه الفتره فتره اقامتي في الرباط اللي كانت طويله يعني كانت من الدراسه الى الى الاشتغال في دار البريهي في الاذاعه والتلفزيون المغربيه قضيت 14 سنه داخل هذه المؤسسة بين مذيع في الإذاعة المركزية في الرباط بعد ذلك صحفي في التلفزة المغربية في مقدم لبعض البرامج الثقافية والفنية بعد ذلك مشيت للأخبار في 2001 ومن 2001 تدرجت حتى 2013 تاريخ طردي من التلفزيون فجأة يعني طردي فقط لانني انسان اعظم ما قلت انا ما نركع لحد ما لا اقبل لي الايادي انسان عصامي دخل اذاعه الفساد بعصاميته الحمد لله بديبلومي بمقومات المذيع الحمد لله وهذا اللي كان يعطيني احسن نسب المشاهده في نشرات الاخبار على رداءة راك عارف الأخبار في المغرب مم. يعني لمدة خمس سنوات حصلت على أحسن نسب المشاهدة في التلفزيون المغربي ولحقت إلى أكثر من أربعة آلاء. أربعة ملايين و ألف مشاهد أه وكنت يعني كل شهر الحمد لله وأحصل على هذه نسب المشاهدة حتى مقارنة مع القناة الثانية المغربية 2013 طرت يعني قطع راتبي شاردوني يعني يعني كان واحد السياسه التشريد ومنعت من من اشتغال لا في, في, في ميدي ان تيفي ولا في الإذاعة الخاصه في الرباط ولا في الدار البيضاء واصبحت واحد الشخص يعني ممنوع من من العمل في المغرب وبعد ثلاث سنوات ونصف من مطالبه بحقوقي في المغرب يعني وطرق دق كل البيبان بما في ذلك عن يعني كتابه كتابه الدكتاتور والديوان الملكي في المغرب وصارت العدل والمحاكم الاداريه يعني كل شيء اغلق في وجهي آه غادرت المغرب وطلت اللجوء في فرنسا في 2016 وحصلت عليه في 2018 وهذا يعني بيني معكم احارب هذا الدكتاتور الفاسد وانا صحراوي حر يعني آه آه اعتز بانتماء الصحراوي وكنت كذلك حتى انا يعني باش نقول باش نقولوا الاشياء كما هي كنت كذلك انا في الوقت مؤمن بمغربيه الصحراء ولكن مع الوقت اكتشفت الحقيقه وها انا ذا اليوم اقول بان هذه ارض قال الصحراء الغربيه ومن حق الشعب الصحراوي ان يكون مستقلا على ارضه. آه. مزيان يعني واحد المقدمه تاع اخ آه الراضي الليلي مع العلم الاخ الراضي الليلي غني عن التعريف ولكن تاني الاخوان اللي ما يعرفوش الراضي الليلي كيعرفوا هنا الراضي الليلي آه آه انا استقبلتك الاخ الراضي آه الليلي كما قلت لك آه حتى حنايا الريافة نعاني من هذا النظام الديكتاتوري الأخ الراضي آه هنايا اليوم جيت نستشر معك كما كشعب ريفي مظلوم مقموع ويتم نزع الحقوق ديالنا ملي كنطالبوا المطالب ديالنا ابا عن جد من طرف هاد العلويين يقومون بقمعنا وسجننا واغتصابنا والى اخره وكانت عندنا دولتنا الجمهوريه الريفيه المستقله كما كتعرف انت يمكن شويه التاريخ على تاريخ الريف اجداد ديالنا من 1921 حتى 1926 كانت عندنا الدوله ديالنا من بعد وقع وقع التحالف ما بين النظام العلوي ومع الاستعمار الاسباني والفرنسي باش يتحالفوا باش يقمعونا باش يقلعونا الدوله ديالنا آه يعني آه حنايا دائما آه اكثر من مئه سنه كانت تقمعوا من طرف هذا النظام الديكتاتوري نرجعوا القضيه الصحراء الغربيه كما قلت الاخ الرضيع ما شاء الله عليكم وصلتوا القضيه ديالكم هنا في اوروبا في جميع الاماكن جميع الهيئات الحقوقيه آآ آآ المنظمات الدوليه والى اخره ونجحتوا في هذا الشيء يعني مؤخرا كما شفنا الدول المغربيه ملي كان جاء آه الاخ غالي آه يداوه هنا في اسبانيا كانت تطلب هذيك آه الدوله وقعت واحد الروينه كبيره مع اسبانيا آه والمغرب كان كيطالبوا قال كي لك لنا يعني آه واصلين الحمد لله وكان ضغطوا بزاف على هذه الدوله آه الدكتاتورية ولا على هذا النظام الديكتاتوري آه يعني هنايا الاخ آه رضي آه من سؤال الأسئلة اللي عندي أنا وباش نوضحوا عاود حتى الإخوان الريفيين ديالنا هنا في الشتات شمن نصيحة تعطي للريافة باش حنايا نطالبوا نطالبوا مثلا نديروا واحد الخطوه نستقلوا من هذا النظام كما يطالب الشعب الصحراوي بالاستقلاليه من هذا النظام يعني واش من نصيحه عندك للشعب الريفي هنا في الدياسبورا واش نقدروا نوصلوا واش عندنا واش مفهوم واخا مفهوم،, مفهوم 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 الفكره آه، يمكن بطريقه صح السؤال هو شنو السر شنو السر اللي خلى الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه توصل الى ما وصلت اليه اليوم؟ أول شيء آه، الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه هي امتداد للجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب اللي نقالها البوليزاريو. يعني البوليزاريو كاسم فقط للجبهه للحركه التحرريه اللي أسست في 1973 1973 معايا الاخ كريم. اه معاك. يعني يعني لما نقولوا لما نقولوا بوليزاريو تاسست في 1973 ويجي الديكتاتور يجي نظام ديكتاتور الحسن الثاني يقول لك المسيره الخضراء كان في 1975 ما يسمى بالمسيره الخضراء لان ما كانش مسيره خضراء يعني تمشي تشرد واحد الشعب وتسمى خضراء صحيح. ستسمى المسيره السوداء كما يسموها الصحراويه البوليزاريو سبقت سبقت ما يسمى بالمسيره الخضراء يعني تاريخيا راهي قبل ما قبل ما تجي جس... المسيره الخضراء. لما تاسست الجبهه الشعبيه لتحرير الساقي الحمراء وادي الذهب تاسست لطرد الاستعمار الاسباني وليس طرد الاستعمار المغربي لانه ما كان هناك تواجد مغربي في الصحراء الغربيه. يعني لما نقول لما تواجد التواجد المغربي بحال قلت لك مثلا واش الحسيمه في 1700 كان فيها شي 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 والي تابع للرباط ولا كان فيها شي عامل تابع للرباط الصحراء الغربيه قبل 75 قبل ما يجي يرسلها الحسن الثاني هذيك الجحافل من الجياع ما كان فيها ولا تواجد اداري ولا بشري مغربي ما كان فيها ولا تواجد يعني ما كان حتى شي حد ينقال له مغربي لدرجه انه اليوم ما تقدرش ما يقدر اي مغربي يقول لك بانه انا من طنجه وراني مسافر للعيون باش نبحث على جدي اللي مدفون قبل 1975 يعني لا كان شي طنجاوي اليوم يمشي من طنجه باش باش يبحث على جدو المدفون في الصحراء الغربيه خاصو يكون دفينه بعد 75 للالفينات للا 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 ل للا 2021 يعني قبل 75 ما كان حتى تواجد مغربي في المنطقه وهذا هو اللي اكد على انها ارض يعني أرض للشعب الصحراوي وليس للشعب المغربي وما عنده علاقة بها بالمغرب ثانيا لما تأسست الجبهة الشعبية لتحرير سقي الحمر وادي الذهب تأسست باش تطرد المستعمر الإسباني المغرب هذا النظام الهلكي بجيشه ومؤسساته ما عمرهم شاو ساهموا في 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 في, كفاح الشعب الصحراوي لطرد الاستعمار الاسباني. صحيح. يعني ما كاينش جندي مغربي مشى مات في هذه المعارك اللي قام بها اللي قامت به جبهة البوليزاريو لطرد الاستعمار الإسباني لا وجود لأي جندي مغربي شارك في هذه العملية ثالثا واللي هو أساسي هو أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء عندها ما يسمى بالتنظيم السياسي عند شين قال التنظيم السياسي شكون فيه هذا التنظيم السياسي فيه الأطور فيه, فيه الكوادر الجامعية يعني راه لما نقول لك الكوادر الجامعيه راه نقول لك بانه المؤسسين للجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه وحتى وان درسوا في الرباط لان يعني ذكرت لك انا بانني درست في الرباط ولكن إلا درست في باريس صافي راني فرنسي ولا درست في بريطانيا راني بريطاني ولا درست في امريكا راني امريكي راه ممكن أي ريفي اليوم يمكن يدرس في اي جامعه ولكن النهار اللي يقول لك انا ريفي صحيح في ما يعني اي مكان اذا هذه الكوادر اللي درست في الجامعات في الرباط كانت تتحدث لغات بطلاقه بل ان بل ان الوالي مصطفى السيد الشهيد الوالي مصطفى السيد اللي هو مؤسس <applause> معانا يا اخويا الراجل معك هذه لحظه انا معك اذا اذا الوالي مصطفى السيد الشهيد الوالي مصطفى السيد اللي هو مفجر الثوره الصحراويه كان هو الطالب رقم واحد من حيث المعدل في جامعه محمد الخامس في الرباط في السبعينات يعني كان يعني كان الانسان نجيب يعني كان انسان ناجح يعني ناجح في دراسته الجامعيه قبل ما يعني حتى مع 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 الدراسه الجامعيه مع الفكر الثوري هذا التنظيم السياسي كذلك يضم النساء ولما نقول لك النساء لأن عندهم دور كبير جدا في هذه القضية. النساء لأنهم يربوا الأطفال على على حب الثورة الصحراوية، لأنهم هم اللي عمروا الخيام لما يمشوا الرجال يقاتلوا في في جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هم الذين يعطرون النساء داخل مخيمات العزة والكرامة، إذا النساء عندهم دور كبير جدا وحنا لولا يعني أمهاتنا بالخصوص يعني أمهاتنا اللي اللي رضعونا رضعونا يعني عدم الخضوع وعدم يعني الذل وعدم يعني الاستكانة للبشر وتقبيل أيادي البشر ما كان يكون تكون شخصياتنا على على هذا المستوى إذا هذا التنظيم السياسي فيه الحكماء وهذا الحكماء دورهم كبير جدا في رفع القضية إذا لما لما يكون عندك تنظيم سياسي يكون عندك تنظيم سياسي وفكر في الحكماء ويبدع ويقرر ويتخذ الخطوات ويتراجع عن خطوات اللي مثلا ما يفصالح التنظيم ولا ما يفصالح الشعب ان ذاك ممكن على انك تحدث ثوره المقارنه يعني لصحة التعبير لما نقارن مثلا وخانا هنا نتكلم لك انا كصحفي صحراوي وتابع الشان الصحراوي انا لست لا عضو في التنظيم السياسي ولا ولا مسؤول في الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه عندهم تبارك الله من الاطر اللي ممكن يشرحوا لك اكثر مني ولكن نعم. انا كصحفي اليوم بهذه المناسبه حدثك عن عن هذا الموضوع لما تكلموا عن المقارنه الجسم الريفي ولا الشعب الريفي مع الاسف لم يستطع التنظيم يعني لم يستطع أن ينظم نفسه في كل هذه السنوات حسيمة يعني حتى داخل حسيمة كاين كاين تشرذم داخل الناظور كاين تشرذم داخل إمزور كاين كاين تشرذم داخل أجدير كاين تشرذم كاين كاين تشرذم على على كافة المستويات وهذا التشرذم هو اللي يؤدي على أنه النظام يدخل بحال السوسة أول شيء في نظري أنه إذا كان الشعب الريفي يريد فعلاً ان تكون له قاطيه مسموعه على المستوى الدولي خصو اول شيء يؤسس ما يسمى بالتنظيم السياسي للشعب الريفي يكون عنده التنظيم السياسي وهذا التنظيم السياسي يختار من الجامعيين من الناس الجامعيين اللي عندهم مواقع مختلفة مثلا في أوروبا الداخل عارفين بأنه صعب صعب تأسس التنظيم السياسي داخل المغرب لكن ممكن يكون تنظيم سياسي سري على مستوى المغرب ولكن في الخارج اللي كان هامش الحريه يجب تنظيم يجب تاسيس التنظيم السياسي للشعب الريفي وهذا التنظيم السياسي يجب ان يكون مشكلا من الاساتذه الجامعيين من الجامعيين من الكتاب من المثقفين من الاعلاميين من النساء من 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 من, من, من الفعاليات الرياضيه لانه كلهم هذه روافد يؤدون في النهايه الى تشكيل حموله سياسيه اللي تقدر فعلا تشتغل بها اذا لما تاسس التنظيم السياسي بعد ذلك تنتقل الى ما هو قانوني يعني تحاول على انك توجد توجد ملف قانوني للقضيه الريفيه بالوثائق وبالارشيف وكل ذلك نمشي به حتى حتى الى الى استطعت ان نمشي به الامم المتحده فتبارك الله يعني انا اعرف بانه اهل الريف ما عندهمش مشكله الامكانيات الماديه مم. في مقارنه مع الشعب الصحراوي اللي عنده اشكاليات ماديه لانه واحد الشعب لا شيء 45 سنه وهو في المخيمات يعني المساعدات الغذائيه يأتونهم من الخارج الظروف المناخيه قاسيه الشتات يعني مجتمع مشتت كاين الاب اللي ما شاف ولده كاين الام اللي ما شافت ولدها يعني كان 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 مجتمع مشتت ولكن رغم ذلك مجتمع يعيش اللجوء بفرح هذا هو الفرق يعني يخاف في هذه الظروف يعني هو يعيش اللجوء فرحان باللجوء فرحان بانه يناضل من اجل القضيه اذا اذا قلنا تشكل التنظيم السياسي وتم يعني وضع ملف قانوني يخص القضيه الريفيه عند الامم المتحده ثالثا خاصكم تبداوا في الاتصال بالدول يعني خاصكم تبداوا تتصلوا بالدول يعني تتواصلوا مع الخارجيات وزارات الخارجيه في الدول الاوروبيه بالخصوص الولايات المتحده الامريكيه امريكا اللاتينيه يعني توسعوا كيف ما كيف كيف ما الصحراويين يعني عندهم قاعده عندهم قاعده من السفراء ومن الدبلوماسيين عندهم عندهم ما شاء الله اصدقاء اصدقاء للشعب الصحراوي خصوصا يعني في الدول اللي هي معروفه بالفكر الثوري وهذا باش يعني هذا هو باش كل هذه هذه الصوره الدوليه اذا خص الجانب الدبلوماسي تركزوا عليه والجانب الاعلامي الجانب الاعلامي لماذا الى حدود اليوم ما قناه تلفزيونيه ناطقه باسم الريف مم. قناه تلفزيونيه باحترافيه يكون عندها المدير ويكون عندها الصحفيين ويكون عندها الاقمار الصناعيه ويكون عندها الاستوديوهات ويكون عندها الامكانيات الماديه باش تشتغل وف... لان هذه باش تواكب باش تواكب العمل الان بشت... يعني الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه عندها عندها تلفزيون صحراوي تشوف المناطق المحتله ما تشوف اوروبا عندها نشرات اخبار عندها تستضيف وزراءها تستضيف مسؤوليها تغطي الانشطه مثلا لماذا لا يكون عند الشعب الريفي كذلك حتى هو تلفزيون ناطق باسم الريف رابعا لماذا لا تتشكل ل... 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 تمثيليات تمثيليات ريفيه على المستوى الاوروبي يكون عندكم مكاتب يكون عندكم مكتب يعني مكتب مكتب للجاليه الريفيه مهمته هو تعطير الجاليه كيف ما تشوف يعني كتشوف الجاليه الصحراويه كاين جمعيات في كل منطقه نقول مثلا نتكلم على فرنسا كاين على ما اعتقد الى ما خانتني الذاكره كاين يمكن حو... ثلاثه الجهات كاين الشمال وكاين الوسط وكاين الجنوب هذه ال... هذه ال... هذي... المناطق فيها جمعيات مهمتها هو التعطير يعني لما تكون هناك وقفه يتم التعطير حصر اعداد الناس اعداد اللوجستيك الصوت الحافلات الشعارات الاعلام المراسلات مع السلطات المحليه يعني هذا هذا دورها لذلك تشوف تشوف الوقفات وتشوف يعني هذه التظاهرات مؤطره وتشوفها يعني منتظمه وتعكس فعلا وجود دولة بخلاف يعني ما يقوله النظام الاحتلال المغربي بأن وراء ذو غار شرذيمة وذو غار مرتزقة وبأنهم وهميين جمهورية وهمية ولكن الجمهورية إذا كانت هذه جمهورية وهمية كيف أول شيء يكون عندها ممثل في هولندا مقبول من طرف السلطات في هولندا كيف يكون عندها ممثل مقبول في الاتحاد الأوروبي كيف يكون عندها ممثل مقبول في فرنسا اللي اللي تع... لي... يعني تعادي القضيه الصحراويه وتساند الاحتلال المغربي وعندها ممثل في فرنسا، ممثل معتمد من طرف السلطات الفرنسيه ويقوم بانشطه داخل التراب الفرنسي ومسموح له يقوم بالانشطه السياسيه في فرنسا، لماذا عندها سفراء؟ لماذا عندها اعتراف؟ اقرأ تقريبا حوالي 80 دوله في العالم، كيف حصلت على هذه الاعترافات؟ واش حصلت عليهم؟ يعني هكذا راه حصلت عليهم كيف قلنا بهذا العمل المتكامل اللي هو يشكل اطار الدوله، لانه يعني فرق بين انك تناضل انت كمجموعه بسيطه وتبقى يعني ارتجالي في عملك، وبين انك تكون عندك قضيه منظمه عندها عندها مؤتمراتها الوطنيه، عندها شكون يقودها، عندها وزرائها، عندها دبلوماسيه، انا لا يعني لماذا لا تكون هناك مثلا اعلان حكومه ريفيه من الخارج؟ يعني عطيتي نصائح الاخ راضي كان بزاف الاخوان النشطاء هنا كيتبعوا كي المباشر المباشر وصل 3300 ما شاء الله والاغلبيه ريفية و ولا كاينين المرتزقه اللي محزمين بالشتم والسد يعني هذا ما نسميهوش اولاد الشعب الاغلبيه هما ذباب الكتروني مخزني المهم لا يهم اعطيتي نصائح مزيانه انا سجلتهم انت كتهضر انا سجلتهم والاخوان الاخوات استمعوا لهذه النصائح اللي قلت لي الاخ الراضي قلتي واحد الكلمه قلتي واخا الشعب الريفي ما عندوش المشكل في الماده مع العلم الصحراويين يعانيوا بالمشكل الماديه ولكن وصلتوا فد الحوايج دابا الاخ الرضي دابا الشعب الريفي من 2016 كاين كانوا محطات قبل محطات نضالية في في الريف كان حراك 2016 ما كانش القضية متداولة هنا في أوروبا وما وصلتش بزاف للشعب الريفي هنا يعني حنايا ما عندناش من 2016 بدينا كنناضلوا كنرسلوا منظمات ويعني وصل الوعي بزاف هنا لأوروبا للشعب الريفي يعني احنا ما عندناش تجربه مع التنظيم مع التاسيس مع باش تراس المنظمات والى اخره مع العلم انتم ما عندكم تجربه في هذا الشيء يعني انا سمعت النصائح ديالك وانا بحثت شويه على كيفاش نستطيع ان نوصلوا القضيه ديالنا ونستقلوا بهذا النظام الاحتلال المغربي. إذا إذا سمحت لي إذا فقط كريم فقط واحد سامعني الأخ كريم. تفضل. شوف باش باش نوصف لك أنه راه الع العبرة را ماشي بالإمكانيات، العبرة بالإرادة. آه عندك الإرادة. صحيح صحيح. الإرادة الإرادة إذا كان عند الشعب الريفي عنده الإرادة. باش تكون عنده دولة مستقلة غدا راه راه لي يفعل المستحيل واخا واخا مع قله الامكانيات واحد المشهد دائما يحضر في ذهني يحكي على كيفاش مثلا اول رئيس حكومه في البوليزاريو اللي هو ولد عمي محمد لمين احمد اول رئيس حكومه للبوليزاريو في 1975 قالوا محمد لمين احمد الليلي أه واحد من حكماء جبهه البوليزاريو الى يومنا هذا كيفاش مشى للقاهره كيف ذهب توجهوا الى الى العالم العربي باش يعرفوهم بقضيه الشعب الصحراوي كيف توجهوا الى القاهره نتكلمك على القاهره في السبعينات مش القاهره اليوم لا. يعني القاهره اليوم راك عارف وبالاحراف في السبعينات ولكنهم في السبعينات لما وصلوا الى القاهره مشوا مشاو للخارجيه باش يستقبلهم شي حد هما اثنان شخصان لما اعتقد مشاو للخارجيه وما بغى يستقبلهم حد قال لهم الا بغيتوا شي حاجه ترسلوها سيفطوها آه في البريد ومشاو يحكون كيف مشاو للبريد في وسط القاهره ودخلوا وصفتوا واحد الرساله يعرفون بها قضيه شاب صحراوي وبعد ذلك مشاو مشاو كذلك لسوريا ولكن لما كنقول لك مشاو وجاو والله ل... كانوا في القاهره وكيفاش وقفوا قدام قدام مكتب البريد وكيفاش وقفوا قدام الخارجيه راه ماشي مسنودين من طرف شي وفد جايبهم والله شي واحد تلقى في المطار وداهم والله شي... والله شي حد رتب لهم لقاءات مع الخارجيه والله شي حد خلص عليهم الطياره راه ناس يعني قاموا بواحد المجهود وخا وخا بسيط ولكن ولكن يعكس الاراده. وفي النهايه حصلوا على انهم يتواصلوا مع السلطات المصريه وبعد ذلك يعني سوريا ولات سوريا تستقبل طلب الصحراويين يعني تدرسهم عندهم في الجامعات بما في ذلك الدبلوماسي المخضرم اللي تعرفوا ابي البشير اللي هو ممثل الجبهه حاليا في في الاتحاد الاوروبي وفي اوروبا كان درس في درس في سوريا يعني درس في سوريا درس في سوريا <applause> يعني باش نقول لك الاراده يعني ماشي الإمكانيات وانتظر حتى يتلقى لك في المطار و... والله يرتب لك كذا والله يطلب الرخصه والله والله يجيب السيارة ويجيب لك كات كات و... <تصفيق> <تصفيق> نو. الناس يعني الناس كانت 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 تبذل واحد المجهود بسيط جدا ولكن عندها الاراده مؤمنه بالقضيه ديالها مؤمنه ومنين تؤمن بالقضيه ديالك راك توصل توصل الى المستحيل اسمح لي انني قطعت في كلام. لا ما كان مشكل انا متفق معك في هذه النقطه يعني بنادم خص تكون عنده الاراده حتى شي حاجه ما مستحيله بالخصوص هنايا كما كنقولوا الناس اللي ساكنين في اوروبا يعني الامكانيات موجود خص الاراده كما قلت يا الاخ الراضي أه ننتقل لك لواحد سؤال اخر الاخ الراضي كما ذكرت في البدايه المباشر أه شفت تبارك الله كديروا الاشكال النضاليه هنايا في اوروبا والاغلبيه ديال الاشكال النضاليه كديرهم امام القنصليات الاحتلال أه أه المغربي مثلا فرنسا في اسبانيا وفي مناطق الدول الاوروبيه ومؤخرا يمكن العام اللي شي 6 شهور ولا هذه كانت واحد الوقفة بزخم كبير ما شاء الله في بارسيلونا أمام القنصلية أه تم في بارسيلونا في وكان شارك فيها واحد الناشط ريفي والأخ حسن مطارو يمكن كتعرفوا دار واحد التغطية تما وحتى هو مرة مرة كيوقف كي مع الإخوان ديالنا الصحراويين تما كي كيساندوا بعضياتهم أه لحقاش كيوقع الإعتداءات على النشطاء بالخصوص الريافة ملي كنديروا وقفات عند القنصليات مثلا انا واحد المرات تعرضت هنا في هولندا بواحد تعرضت للحقره من طرف القنصل تعرضنا للهجوم وحتى الاخ حسن مطاره تعرض للهجوم أه ولكن هذا الشيء ما كنشوفوش ملي كيديروا الاخوان الصحراوه أه فيه سؤالين في, في سؤال أه اول سؤال الاخ الراضي ملي كديروا انتم هذه الوقفات ولا المسيرات كيكون واحد واحد القو واحد القبول هائل كان يعني كان واحد الكم هائل لا في الوقفات لا في المسيرات وفي السؤال الثاني في هذا السؤال بعد نيت ما ما يوقعش عليكم الاعتداءات في في هذا في هذه الوقفات والمسيرات شنو هو زعما السير ديالكم يعني الوقفات ديالكم والاخر دائما كينجح يعني كيكون كلمه وحده وبنادم كيدير الشكل الناجح اول شيء اول شيء كاين كاين اولا شين قال له التعبئه لان هي القضيه ماشي قضيه بالنسبه بالنسبه للقضيه الصحراويه ماشي قضيه نقولوا الشباب اللي من عند 25 سنه حتى ل 40 سنه والله 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 قضيه الشيوخ اللي من عند 50 سنه فما فوق لا هي قضيه هي قضيه كل العسرة هي قضيه كل الشعب الصحراوي يعني بفئاته اطفال صغار يعني بمجرد يبداوا يوعاوا شويه يفهموا القضيه ويتعرفوا عليها هي قضيه الشباب هي قضيه الشيوخ يعني احنا ما عندناش هذاك ما عندناش القطاع بين الاجيال عندنا عندنا اجيال كلها كلها تعيش القضيه يعني لما تنادي لوحدة الوقفه معينه يجي الجميع يعني يجي 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 الصغير والكبير والشيباني والعجوز والاخت والاخ يعني يجي, يجي, الجميع يجي العائله وهذا هو اللي نجحت انا كمتابع كم لما نقارنوا حتى مع الوقفات اللي يدعي لها المخزن في وسط المغرب مثلا والله في داخل الصحراء الغربيه باش يدافع على اطروحته تلقى فيها فقط واحد النخبه يجيب لك الجمعيه الفلانيه الجمعيه اللي من وهذيك الجمعيه شكون يجيب لك؟ لك المرتزقه اللي اللي تخلصوا يعني من من الولايه ولا من العماله وجايين والله كاين اللي ما يتخلص كاع كاين يعني غير يجيبوه على اساس انه باش ينعرف يعني ويتهلاوا فيه والله يعني لما لما نقولوا احنا على اوروبا لما نقولوا طريقه التعبئه في, في اوروبا لانها قضيه تعني الجميع يعني لما تعلن على وقفه الجميع يتعبع معك الجميع يجي يعني صغارا كبارا النساء الشيوخ كل شيء كل شيء عارف بان هذه قضيته ولا يمكن على انه يتكل على شي حد ثاني يعني حتى في الشعارات كتعود الشعارات عفويه يعني ما ماشي نقولوا كلمات خطابيه والله منصه والله تعود شعارات عفويه لانها الجميع مؤمن بقضيته عارف شنو الخطاب اللي خاصو يقدم عارف شنو مشكلته مشكلته مع الملك اول شيء يعني ما يعني مشكله الصحراوي ماشي مع الشعب المغربي مشكله مع الملكي مع الملكي ومع الملك بالضبط ومع اعوان المخزن يعني الاليات اللي استعملها المخزن في الصحراء الغربيه من يعني الدرك والبوليس والاجهزه كامله القمعيه والقضاء وكل شيء اذا السر هو على انه هي قضيه تتعلق بكل الفئات لذلك تلقى فيها المشاركه فيما يتعلق بالاعتداء على على الوقفات. تعرف بانه بمجرد تعلن على شي وقفه للصحراويين المخابرات المغربيه اللي منتشره بكثافه في خصوصا في اوروبا وبالخصوص بالخصوص وبالاخص في فرنسا، يعني فرنسا فيها واحد التواجد مخابراتي ديال البركاكا، ذوك البركاكا ديال القنصليات وذوك اللي كيقعدوا ديال القنصليه كاين اللي خدام فابور غير باش يبقاوا يصوبوا له لاكار يصوبوا له باسبور بزاف ويعطوه له عقد زياده. هولندا راهو في القهاوي صحيح صحيح. صحيح. <تصفيق> 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 فرنسا اكثر فرنسا اكثر يعني فرنسا بحال كيقولوا كي بانه ما كاينش قانون انا اعتقد على انه لما تقارن فرنسا مع هولندا اعتقد على انه نتحط تحط ضد شي عياشي ما تتحركش تبقى الشكايه في بلاصتها. <applause> هولندا على اعتقد تحط شكايه ضد شي واحد خصوصا يعني التهديد بالقتل انا عندي شكاية انا عندي 17 شكايه بتهديد بالقتل في فرنسا 17 كلها راهي نايمه راهي راهي ناعس هنايا يا هولندا تهديد بالقتل واخا غير دارها بالمزح عنده عقوبه ما يقارب عامين حتى لخمس سنين ايوا يعني انا عندي وحدين وحدين يقول لي تموت بالقرطاس يعني عياش وموجود موجود على الاراضي الفرنسيه على الأراضي الفرنسية يقول لي تموت بالقرطاس yeah. ومحطوطه فيه الشكايه وراه حر طليق yeah. يعني يعني باش تعرف يعني انه فرنسا مستبيحينها مع الاسف لا تم الاخ راضي باش نعطي لك نصيحه انا عندي عده شكايات بعدا تدير الدليل تخلي الدليل بلي راه كاين تهديدات والاخر ما تعرف اليوم غدا وقع لك شي حاجه يكون عندك الدلائل وعلمتي بهذا الشيء لا لا عندي لا 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 عندي لا لا عندي, عندي الدلائل اما عندي ب... 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 اسمح لي قاطعت لك ما يخص هذا التهديد ديال عياشة غير في ال... في المواقع وحتى حنايا كنا كنديروا الاعلان الوقفات امام القنصليات كيخليوا الميساجات نديروكم ونفعلوكم اللي تجي الوقفه ما تلقى حتى شي واحد يعني كنبحوها تفضل اخر رب. اذا لما نتكلموا على الوقفات في اوروبا كيف قلت لك لما تعلن على الوقفه المخابرات المغربيه تعلم بسرعه وشت تمشي بواحد طريقه طريقه المخزن عقليه المخزن معروفه وعلى انه يرسلوا لك يرسلوا لك الجمعيات الاسترزاق اللي كاينه هنا في فرنسا واحد الجمعيات معروفه على مستوى باريس ونواحي باريس معروفين اشخاص معدودين على رؤوس الاصابع معروفين هذ الاشخاص هما اللي قاموا بتاطير واحد المجموعه ثانيه صغيره شكون غالمترديه والنطوح ومع السبوع وشي الشمكار يعني ما عندهم حتى في نبات واحد المجموعه ديال البشر تستغل من طرف هذيك الجمعيات اللي تابعه للمخابرات المغربيه ويجيبوهم ينظموا وقفات قريب من الوقفه ديال ديال الصحراويين اللي حدث كيف شفت المره الفايته هو على مستوى ساحه الجمهوريه الصحراويين طلبوا الرخصه من عند السلطات الفرنسيه اعطتهم الترخيص بالتظاهر في ساحه الجمهوريه لا بليك المغاربه اللي هما يعني هذو اللي تابعين للمخابرات المغربيه جاو للوقفه ونظموا وقفه ما بعيداش تقريبا بعيده بواحد 200 متر ولا مئة 150 متر، وكان المهم هم احرار انهم يحتجوا فهمت فرنسا ولا تخليهم هذاك الشان داخلي لكن واحد الوقت إن شافوا بأنه هذاك الشكل اللي قاموا به ما خرجهمش فبداوا يتحرشوا بـ بـ بالوقفات الصحراويه بالوقف الصحراويه ف بداو يعني جاو بالكلام هم مستفز الصحراء المغربيه وكذا وجايبين هذوك الشراوط اللي اصلا عطيتهم القنصليه لانه العالم ديال اليوطي جديد يعني جاي من الطياره من الرباط الباريز للوقفه والبروفيل ديال ديال المجرم الديكتاتور كذلك حتى هو جديد يعني عندهم جديد صحيح. تقول هذا واش واش كانوا كانوا خازنينهم والله بنين يعني ولا اشتراهم جداد <applause> في شي محل في باريس والله نو يعني هما معطيهم يعني بليد مخزن بليد يعني مخزن راه غبي يعني. ف <applause> اللي وقع على انه هذيك المجموعه الكبيره وقع لها شناء مع الصحراويين ووقع تبادل العنف وبعدها هربوا فروا يعني كل شيء هرب ومن بعدها جات جات ديك اللي نقول احنا مولات الطويق يا راه معروفه هنا في باريس معروفه هنا في فرنسا راه نهار كامل هي الجزائر قالت الجزائر في الجزائر تسب في سموها ساكنه في خارج باريس لا جات وجابت ولدها الصغير مس... جابت ولدها الصغير آه. مس... مس... الحين غير بالسب بسب... والشت ما يقدروش يناقشوا معك صحيح آه. اه هو شوف هو هو الموضوع الموضوع راه ايه قضيه هذه راه اللي يسألك اللي بسطها يعني بسطها الى الى لواحد المستوى انه راه فقط لانك انت صحراوي خاصني ننظر لك النظره ناقصة والله لانك انت ريفي آه. ننظر لك نظره ناقصه والله لا راه الانسان يولد حرا راه يولد حرا كيف ما انت مثلا تبغي الحريه لنفسك خصك تحبها للاخرين صحيح. انت كيفاش تحرمني انا من, من انني عبر عن رايي وشن انا رافد سلاح انا يك موجود على على دوله اوروبيه على اراضي الدوله الاوروبيه ومن حقها لا بغات تحاسبني ولا تحاكمني ولا كذا الا تخالف القانون انت تجي الوقفة وتجيب ابنك الصغير وتدخلوا لواحد المظاهره يعني تعرض ولدك للخطر وتجي وتقول وسط اللايف بانه الصحراء مغربيه وكذا ومن بعدها أه أه تصور نفسك على انك ضحيه لان يعني هي كانت فقط بغات واحد الفيديو باش تمارس يعني دور آه الضحيه وانا كنت حاضر يعني كنت راني كنت داير لايف حداها واللايف راه لايف يعني راه اي واحد يمكن يتيري شارجيه ويعرفش فيه أه اه هذاك اللايف الصحراويين هما اللي حماوها يعني باش باش ما يجيهاش ذاك المد البشري لانه راك عارف منين توقع توقع شي وقفه والله يكون شي مد بشري راه إنسان يطيح والله يقدر الله يحفظه يموت والله فاللي حماوها هما الصحراويين ومباشره بعدما خرجت من هذاك الموقف مشات دايره اللايف يعني ما فيها لا ضرب لا علامات الكدمات لا, لا اي شيء ومشات لدارها وانا بوليساريو تعداوا عليا وانا بوليساريو فعلوا لي وانا بوليساريو خاسم وضربوا مراه و... و... بالله عليك انت واحده جايه جايه 400 كيلومتر للوقفه جايه 400 كيلومتر جايه باش باش تستفز واحد الوقفه وتقولك لك علي واش مشاو عندك للدار؟ الله دخلوا عليك صحيح واش وفين هو فين هو غادي يتعدوا عليك واش كاين شي كدمات كاين شي دم كاين شي بونياف في وجهك كاين شنو في وانت جايب طفلك معرضتيه للخطر وانا تعرفي بانه الا الا بغى شي واحد ينتقم منك راه يكتب غير القاضي قاضي القاصرين وتشوف كيفاش غادي ت... بغيت نقولها لك صحيح ممنوع هذاك الشيء احنا ما احنا احنا ما احنا شوف احنا عارفين بانه هذو العياش لا بد يتخلص لا بد لا بد الله سبحانه وتعالى يتخلص منهم غير صبر عليه اعطيه الوقت يعني راه لا بد واحد النهار يبقى يبكي ويتخلى عليه المخزن ويبقى كيف مول مول الدلاحه الله يرحمه و... كثيره فهمت اذا باش فقط نقول لك انه الوقفات ولا يعني التظاهرات اللي تقوم بها الجاليه الصحراويه في اوروبا منظمه لانها اول شيء تخبر السلطات المعنيه وتقبض منهم تراخيص وهم عارفينهم ولما يمشوا راهم منظمين جايين في كار ويوصلوا للساحه ينزلوا يعدلوا شعاراتهم ما يسبوا حد ما يشتموا حد يدافعوا على قضيتهم يغنوا يشطحوا يفرحوا وبعدها يرجعوا لديارهم يعني ما عندهم مشكلة مع أحد حتى لا كانت شي وقفة احتجاجية فين قد شفت شي وقفة احتجاجية للمغاربة داروها المغاربة ولا دارها المخزن في أوروبا ومشي شفت شي صحراوي مشى احتج عليهم والله مشى صورهم والله مشى دخل وسطهم أنا 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 صوروني في, الوقف بعد الوقفات الأخيرة تابعوني حتى المترو ثلاثة يصوروني من المخابرات المغربية ومشيت صورتهم وكذا علاش تصورني لا شات شات تربح كاع بالصوري أنا, انا ماشي حتى المترو ولا اللي نطلع في المترو ولا ندخل المترو شات شات تربح كاع بهذا الصور شات تربح انا راه الليل كل نهار كامل انا في الفيسبوك الا بغيت صوري ولا فيديو يعني يعني البوس يعني هذا غير باش يمشي يدي هو الفيديو الواحد يقول له شوف هذا صورته انا تبعته انا كذا لانه مستوى هزيل جدا هذا المستوى الهزيل جدا هو اللي يؤدي في النهايه على انه الانسان يبدو في واحد الموقف اللي هو غير مريح وموقف يعرف أنه استولى على واحد الأرض لأن هذه القضية طرنا والله نزلنا آآ آآ اللي يربح فيها هو هو الشعب الصحراوي لانه عنده النفس الطويل وراه هذه واحد النقطه اخرى كذلك كنت بغيت نشير لك لها اللي خاصها تكون كذلك عند الشعب الريفي خاصكم تعرفوا كيفاش ترهقوا المخزن مثلا خاصكم يكون عندكم النفس الطويل خاصكم تكون عندكم الانشطه كثيره اللي ترهق المخزن يعني المخزن يبقى بحال بحال يبقى حراك الريف لما كان الحراك ذيك الساعه المخزن رتهق لما لما كان لما كان ناصر الزفزافي الله ان شاء الله يطلق سراحه وكانت الحركيه وكان العالم كل شيء يتفرج الجميع يعني يتفرج العالم كامل متوجه الشور يشوف الشقاق في الحسيمه ويشوف مستجدات ناصر الزفزافي صحيح إيه لو كان لو كان انا ما بغيتش تكون هيك القاطعة فهمت هذاك يعني لما وقعت الاعتقالات وكذا برد برد الحراك لو كان الحراك استمر واخا واخا غير بشوي فهمت واخا لابد, لابد من لابد من الحبس ولابد من راه الناس المقابر الجماعيه اللي وقعت في الصحراء الغربيه مقابر جماعيه راه هذاك اللي كنقول لك هذا هذا محمد لمين احمد الليلي اللي قلت لك حكيت لك على كيفاش مشى اللي مشى مشى لمصر باش يرسل رساله للخارجيه المصريه راه المغرب اختاطف اختاطف بوه وختاطف مو وختاطف ختو وختاطف خوه وختاطف خوه الثاني خمسه اداهم للسجن اللي التزم مالته اكدز وقلعه مكونا لمده 16 سنه بدون محاكمه 16 سنه يعني ك... يعني اللي خص بنادم التضحيات باش يجيب الحريه والحق ديالو خص التضحيات يعني كتقول الاخ راضي واش كريم واش عارف شي 16 سنه بدون المحاكمة ما ما حد فين كاين وراه ماشي ماشي واحد الاب والام والاخ الاثنين, الاثنين والاخت والاخت اختطفت على 17 سنه 17 سنه يعني هذه قصر ورغم ذلك ماشي هذاك اللي في جبهه البوليزاريو استسلم ومشد دار تصريح وقال له صافي وعفى الله عما سالا في تلقوا القولي الوليد والوليده نو no, نو no, نو no. كمل كمل وخا ما شافهم <applause> شنو شافهم يعني باش نقول لك فقط انه النفس الطويل خاص النفس الطويل خاص يكون عند الشعب الريفي والله الناس اللي يكون ان شاء الله في التنظيم السياسي والله الناس اللي يحملوا هذا المشروع المستقبلي يكون عندهم النفس الطويل مش يرهقوا المخزن لانه المخزن ما يمكن لك تغلبه الا الا رهقته الا الا <applause> يعني الاخ الرضي مثلا انا نعطي مثلا مثلا عندي يكون عندي ابني تعتقل على تعتقل في الحراك في نظرك انا نستمر في النضال قبل ما نطالب بالافراج عن عن الولد مثلا طبعا طبعا الاستمرار في النضال واش هو راك شن... الحراك الريف أوقف هو المخزن شكون شكان كان كان باغي راكم كنتوا واحد الوقت مشيتوا حتى يعني مشى حراك الريف الى ان صافي يعني ما, تلا... ما خرج عن السيطره ما, تلا... ما المخزن ما تلاقي قد يسيطر عليه ولكن جات واقعه المسجد ولقاها المخزن السبابه شي باش يقفز على الحراك واعتقد على انه كان هذاك هو الوقت المناسب باش ناصر الزفزافي يخرج من المغرب من, من من المنطقه يعني كان انا بالنسبه لي كان هذاك هو الوقت اللي خاص يكون المست... يتعمل المستحيل باش ناصر الزفزافي ما يكونش بين يدين المخزن يمشي للخارج وبعدها يمكن يتطور الحراك يتطور الحراك بش طريقه او باخرى المهم يكون عندكم واحد الرمز دابا لانه الرمز الرمز ديال الحراك مسجون الرمز ديال الحراك مسجون مشدود عند عند المحتل المغربي وكافي فعلا انه عريان ونشروا في برلمان كوب اللي انا نعرفوا هذاك خباشي راه 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 داعيني اربع مرات في المغرب عنده اربع دعاوي انا عندي الان دايرها بيا خباشي في المغرب هذاك المجرم يعني لو كان لو كان نجاح الحراك على انه يحمي ناصر الزفزافي باش يحمي الحراك لانه ناصر الزفزافي ما كانش واحد يقد اليوم يقفز على على رمزيته ويقفز على 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 قوته في في, في في المشروع الريفي يعني هذا شيء واضح وانا اعتقد على انه كان خاص خاص حال من حاجه باش تضغطوا باية وسيله يعني باية وسيله باش ناصر الزفزافي يمرق بالحبس ويرجع للنضال ما عرفش شنو الوسيله يعني الطريقه شنو هي يعني شنو هذه الوسائل اللي ممكن تضغطوا بها على نظام المخزن ولكن انا نقول بانه يعني في وجهه نظري على انه خاص خاص عمل كبير باش تضغطوا على المخزن باش باش يضطر يفرج على على النصر الزفزافي باش يرجع الحراك واستمر بعد يعني تطعموه وفهمتوا وت وتصحوه باش يمشي في, في اتجاه في نظرك آه الاخ الرضي قلت الضغوطات على المخزن باش يخرج ناس زفزافي آه شنو هو الاقتراح ديالك مثلا باش يكون الضغط باش يتطلق هذا هذا المختطف ولا الرهينه آه واحدة من واحدة من, من 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 الخطط هو على انه انتم كنشطاء ولا جمعيات اللي هي سموت تمشي للقضاء الدولي ضد ملك المغرب دير شكايات ضد ملك المغرب بخصوص نصر الزفزافي دير 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 قضايا الى كان يعني ما نعرفش انا قانونيا باش انا يعني ما عندي خبره قانونيه كبيره ولكن دار قضايا ضد مثلا هذا خباشي اللي نشر الفيديو ديال الزفزافي عاريا تندار له قضايا على المستوى الاوروبي ما يحطش رجله في اوروبا الى خرج الى الى حط رجله في اوروبا يتعتقل والله يتحاكم لان يعني. هنا فاش هنا فاش تزير لانه اعتقد على انه القضاء الدولي ممكن ممكن يضغط على النظام هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه هو لماذا ما يندار اعتصامات اعتصامات بشريه كبيره ماشي نتكلم على اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه لأن هذا الشيء ما ما عندوش اثر كبير لكن تكون اعتصامات بشريه كبيره قدام قنصليات الاحتلال في اوروبا إن شعارها هو فقط اطلاق سراح معتقلي الريف هذا هذا هو شعارها. <applause> أي وحلول اخرى يعني معش. يعني يا يعني الى بنادم دار وقفت مثلا واحد المرة في شهر ولا شهرين بزخام امام القنصليات يمكن شكل ضغط صحيح لحقاش المثال حنايا نو واحد المجموعه صغيره كنا كنمشيو كنديروا وقفات علينا كل شهر في اخر من من هذيك الوقفات تم الهجوم علينا يعني ما كيعجبلهمش الحال ملي كتمشي كتوقف ليهم واخا كميه صغيره لك كميه كبيره كما قلت لها جاتهم مية واحد الا جاتهم 100 واحد وعطاه مثلا اسبوع اسبوع راه حتى هذيك السلطات هذاك البلد راه تكتب تقارير وكل شيء راه حتى انتم كتضغطوا على سلطات هذاك البلد باش يضغط حتى هو على المخزن يعني لما تمشوا ميات واحد وتعتصموا قدام قنصليه مثلا المغرب في اسمه روتردام ولا في امستردام ولا كذا وفي نفس الوقت يكون اعتصام حتى هو مشابه وبنفس العدد مثلا في بلجيكا وفي وف باريس وكذا غادي اكيد انه تتحرك اوروبا لكن اثنين ثلاثه عشره داك ما ينفع في المخزن لانه عنده المخزن عنده اليات كيفاش يهرب من دائما عنده 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 خبره في في مراوغه الضغط يعني عنده قدره ولكن مع مع تضغطوا عليه بالبلدان اللي انتم تعيشوا فيها هذا هذه وجهه نظري آه 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 نرجعوا للاخ محمد الراضي نرجعوا لهذيك الخطبه اللي تعتقل اعتاد الامر لاعتقال لا ناصر الزفزافي لا يطلق سراحه جميع المختطفين ديالنا ولا الاسرى انا ما كنسميهش معتقل لان هذاك السيد هذيك الطريقه باش تعتقل ماشي اعتقال هذاك اختطاف نرجعوا لهذيك المسجد كما شفتي الاخ الراضي انت راك عارف يمكن هذه القضيه بغيت تعطي الراي ديالك في هذه المساله باللي النظام الاحتلال المغربي العلوي كي كيسخر الدين لصالحه مثلا كيقول لك راه حفيد الرسول وكاين بزاف الشيوخ ديال البلاط كيسوقوا الأغالي المغالطات للشعب كاين يعني يتم تنويم الشعب من طرف هذه الائمه ولا الشيوخ ديال البلاط واش تقدر تقول في هاد هاد الشيء واش حتى الصحراء عندهم هاد ما يسمى بالشيوخ البلاط ولا يتم تنويم تنويمهم من طرف هاد الشيوخ شوف تاثيرهم تاثيرهم قليل لا تكلمنا على على, على مثلا تكلمنا على انقليمي من المحتل مثلا ولا على الطنطان المحتل ولا على العيون المحتله ولا السماره ولا الداخله ولا ولا بوشتور اه هنا ما كاين تاثير قباله من يعني ما كاينش استعمال الدين في, 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 التاثير على الناس علاش لانه ما عارفين بانه هو الشعب اول شيء هو شعب واعي يعني شعب واعي بقضيته يعني الشعب نشا في القضيه وترعرع على القضيه وعارف يعني عارف حال حي المخزن وكاذب المخزن غالبيه الائمه والمؤذنين اللي في المساجد جايبينهم من خارج من خارج الصحراء الغربية يعني نتكلم لك على واحد قد نقول لك كاين واحد تقريبا 90% كلهم من من خارج من خارج الصحراء الغربية إما يجيبوهم من المناطق اللي, اللي تنتج لها إما ديال المخزن اللي تعرف اللي يصيفطوهم في الطيارة البريوكسيل والأوروبا في رمضان يخدموا بهم في المساجد والله يخدموا بهم جانب الاستخبارات في المساجد في أوروبا وراك عارف يعني أنا يعني شفتك مؤخرا درت ريبورتاج عليه على الشقع في بلجيكا مؤخرا وعلى المساجد كذلك في هولندا اذا هذا يجيبوهم من خارج المنطقه ويعينهم على على المساجد ولكن تاثيرهم لا يتجاوز ذوك الناس اللي اصلا ساكرين في المنطقه واللي هما ليسوا من الصحراويين لان باش تعرف ان الصحراء الغربيه راه اغرقت اغرقت بالبراني اغرقت بالبراني بواحد الشكل كبير جدا وهذه كانت سياسه المخزن باش يقضي على يقضي على العنصر المحلي وهذا وقع بالضبط في... مثلا في غليميم المحتل الى الى عقدت غليميم كان هو بحال قلت هو البوابه اللي تدخل منها الى الصحراء الغربيه آه... بحال قلت ما يمكن لكش تدخل الريف لما بديت بامزور مثلا اذا ف... ف... في, الصحراء الغربيه ما يمكن لك تدخل الصحراء الغربيه لما دخلت غليميم غليميم اش ش... ش... دار فيه آه... هز يعني حمل حمل اهل المحليين الاصليين وداهم داهم لعيون محتله وكاين اللي وطنوا في ذاك ما يسمى ب بتحديد الهويه انا ذاك لما كان الحديث على الاستفتاء وجاب ناس غرباء ودخلهم من المنطقه جاب غرباء يعني من من خصوصا عن يعني المكون الامازيغي جاب المكون الامازيغي ودخله للمنطقه ومشى العيون كذلك وفتحها في وجه كذلك البراني أه تحت مسمى انه راه المعيشه رخيصه بالتاكيد انت الاخ كريم آه. كتسمع بان وراء في الصحراء الغربيه المعيشه رخيصه صحيح والله كاع قابور اه اه صحيح <تصحيح> كاينه هذه معروفه صحيح آه. <تصحيح> وهي اصلا كانت عمليه استدراج باش الناس يجوا من داخل المغرب استقروا في الصحراء الغربيه يعني الموظف اللي ساكن في الرباط يقول لك انا إلا مشيت للعيون لهي نشري الزيت بنص الثمان، نشري الدقيق بنص الثمان، نشري المازوت بنص الثمان، اذا نعيش بخير ولا خير. فخطير المخزن خطير، واحد الكائر خطير، واحد واحد المجرم، واحد يعني عنده خطط مطح على بال حد الا الشيطان. فكان يجيب الناس ويوطنهم في المنطقه لدرجه انه اصبح العنصر الصحراوي غير موجود. وفي نفس الوقت يستهدف ثقافتهم الى لاحظت بانه في شحال شحال من الاغاني تشوفهم في يروج لهم الاعلام المخزني واحده لابسه ملح فوهي من صحراوي واحد لابسه دراعه صحراوي ويحضر لك سكيتشات على اساس انه راهم صحراويين بالله علاش ما علاش علاش ما تديروا كذلك حتى انتم مثلا لباس مراكش مثلا <applause> ديروا شي سكتش يتناول غير لباس مراكش مثلا ولا والله ديروا شي سكتش يتناول اللباس فقط سوس علاش بالضبط تقولوا لنا بانه هذا بالضبط <applause> راهم صحراويين هذا في اطار تشويه تشويه وخلط الاوراق في المنطقه باش المنطقه ما تبكاش بحال قلت بحال قلت مثلا من منطقه الريف يدخلوا لكم من براني حتى ما تتجبر حتى ريفي في المنطقه وما تجبر ولا واحد يتكلم بالريفيه وما تجبر ولا واحد عنده عادات الريف بما في ذلك يعني المسخ كامل يعني المسخ الثقافي والمسخ والعادات والفضائح اللي اللي شايف يعني يروج لها المخزن في وسائل اعلامه. اذا هذا المخزن خطير استعمل هذه الوسائل ولكن بالنسبه للدين عارف انه ما عنده ولا تاثير الا على ذوك الناس اللي من خارج المنطقه اللي لما يسمع الامام يقول اللهم انصر سيدنا المنصوره بالله واللهم كذا انصر الاسره العلويه الشريفه والله هما هذو موجه لهم هذا الخطاب لكن الناس الصحراويين الحقيقيين الموجودين في المنطقه واللي ممنوعين على انهم يعبروا على رايهم واللي يتكلم منهم يمشي للحبس كما تشاهد والله يمشي للمقبره الجماعيه اه والله والله عمرك اه لقيت اه 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 شفت اه شفت, اه شفت اه بالتاكيد انك شفت ياسر من المشاهد اللي وقعت في 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 الحسيمة في الريف انا ذاك معايا معاك الكريمان معاك معاك يعني اه اه حتى انتم يعني نوع من الـ من الـ من الـ البوليس ذيك الساعه البوليس ولا المخازنيه المغاربه كانوا اي 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 يكسروا يعني يكسروا البيبان ديال آه الناس صحيح. يعني يتعدوا على ممتلكات الناس وراه كذلك في العيون المحتله يجيبوا لك بوليس يجيبوا بوليس يحطوهم حدا دار واحد الناشطه صحراويه مثلا ولا ناشط أنا صحراوي أنا كيف في السلطان كانوا كيعنفوا النساء نيشان واه ولا المرأة الصحراوية و... طلعت <applause> شجاعة قومهم آه في هذيك الفيديو <applause> الأخرانية لا عاد ماشي بزاف بغي يدخل لها ولك تاني قوموه يعني واحد آه الاحترام للمراه الصحراويه الشجاعة شفنا لا آه. أنا لا لا, لا, قلت لك هذيك راضع على النضال هي هذيك ما تشوف البوليس واش كاين ولا آه. ما كاين واش عمرك لقيت شي بوليس شي بوليس يجيب يجيب اسمه الرافعه و... ويطلع لك فوق السطح اه اه يطلع لك فوق السطح هذيك عاود باش يحيد الله والله تستاك الله يجيب لك يجيب لك المواد الكارية هذه ديال البحر ويلو حالك في الدار باش باش تخرج من الدار هذا بوليس هذا واش بوليس هذا هذا واش هذا مستوى مو مستوى منحط من 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 البوليس اذا كيف قلت لك انه الجانب الديني في, في الصحراء الغربيه ما عنده تاثير على على الناس الصحراويين وما يمكن يستعملوا المخزن ولا يمكن لانه ابدا يستعملوا ضد الصحراويين وحتى في حتى في الصحراء الغربيه حتى في الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه داخل مخيمات العزه والكرامه يعني ما كانش استعمال <applause> ما كانش استعمال الدين في التاثير على على الجماهير الصحراويه يعني مخلين الدين في مكانه وكاين يعني حشد الهمام كاين يعني التربيه على الثوره التربيه على النضال التربيه على على الحق يعني ولكن باش استعمال الدين هذاك تلجا له فقط الانظمه اللي هي فاشله حقيقه صحيح كما قلت الاخ الراديف في هذه القضيه يجيو لك باش يبدلك الثقافه يجيب لك الناس غرباء يبقاو يزعلوهم على المناطق باش يستعمروك على الهويه والثقافه هذا الشيء نفس نفس النهج اللي كينهجو المخزن على منطقة الريف مثلا عندنا الناظور كيجيو الناس من الغرب بني بلال وهذيك النواحي كيجيبهم تما كيبطوبيسات مثلا في هذا الصيف كذلك ومثال كان كيجوب طوبيسات كيعمرهم وكيجيب كيجيبهم تما حفيانين عريانين ومقرقبين كيدوروا كي, كي تما يعني هذا الشيء كيديروا هذا النظام باش يستولى عليك باش فين ما كاينش شي مناطق فيها المناضلين ولا كينتفضوا كي ضد الفساد والاخر هذا هو المنهج صحيح انا زعما هذا الشيء راه كيف كيستعملوا هذا النظام أه، واحد السؤال اخر الاخ الراضي اسمح أه، لنا الى دينا من وقتك بزاف النقاش معك شيق وزعما شنو نقول لك والحمد م. لله كاين الاقبال عاود من المشاركين وخا كاين بعض المشوشين من طرف الدباب الالكتروني أم ولاد الشعب الى درتي احصائيات أه، تشوف الاحصائيات ديال ولاد الشعب من له النظام أه، مثلا هنا في هولندا قبل ما نمشي لك للسؤال الاول واحد المثال دابا هنا كل عام كيديروا الاحصائيات الشعبيه ضد الملك هنا في هولندا كيديروا الاحصائيات واش طلعات واش هبطات واش والى اخره يعني ها عادي هذا الشيء دابا انت في نظرك الاخ الاخ الراضي أه، الى داروا هذه الاحصائيات عارفين هما ما غاديش يديروها داروا الاحصائيات الشعبيه ديال الملك عند الشعب أه في نظرك يعني على حساب كي كتشوف الاوضاع كي كتمشى الشعب المواقف ديالو واش أه الشعبيه ديال هذا الملك في نظرك واش طايحه ولا طالعه ولا هابطه ولا كيفاش؟ انا اعتقد على انه شعبيته طايحه لانه لما نتكلموا عن الناس اللي يفهموا اش واقع في المغرب كاين فرق بين الناس اللي فاهمه وبين الناس اللي اللي مساكن بسبب التجهيل وبسبب الفقر وبسبب يعني عدم الوصول المدرسة وبسبب عدم وصول ل... ل... لوسائل التواصل الاجتماعي باش الانسان يوعي راسه ويفهم ويقارن ويشوف البلدان كيفاش تعيش والشعوب كيفاش تعيش كان آه... كاين فرق الناس اللي اللي بوسطها مساكن إيه يعني نجح النظام على انه يبين لهم انه راه الملكيه راه شي حاجه مقدسه يعني الملك الملك مقدس يعني الملك ما تكلمش عنه مقدس وهو هذا هو اللي يخلي شحال الناس بمجرد تكلم على الملك يقول لك لا الملك وكذا وحنا رأى يعني راه هو اللي ضامن الامن وهو اللي ضامن كذا وهو راه زوين وذو اللي دايرين به خايبين يعني هذا الخطاب هذا الخطاب هاي أبا أنه راه هو مسكين هو غاب وراه يا صاحب الدجاجة وكذا وفهمت ونقضنا ووقف معنا و... وكأنه وكاين واحد الجزء من الشعب اللي عارف الحقيقة ولكن ما يقدر يتكلم في المغرب لأنه يشوف مشاف بودوح مش الحبس مش مشاف مش الحبس مشاف شاف بودوح مشى للحبس مشى شاف مول مشى للحبس مشى شاف فلان مشى للحبس فقط لأنه هو تكلم مع الملك مباشرة ولكن بخصوص سؤالك والشعبية الشعبية في الحضيض الشعبيه في الحضيض الشعبيه في الحضيض وماشيه تنزل يعني ادنى مستوياتها بسبب ايش؟ بسبب هذا الكلاب في الفيسبوك والناس يعني تشاهد تشاهد الفيديوهات لانه راه الانسان الانسان بالفطرة فطرته يتطور ضروري فكرك يتطور راه الانسان اللي ما يتطور راه ميت راه الانسان اللي يكون عنده الفكر فكره في 2016 هو فكره في 2021 راه راه عنده مشكله كذلك الشعب المغربي اعتقد على انه احنا الى شفنا غير البارح ما كان حتى واحد يقدر يتكلم في الفيسبوك ولا يقول بانه راه الملك هو المسؤول اليوم الناس ولا تقول الناس تتكلم على الملك تقول لك بين هو المسؤول ولكن ولكن هما على اساس انه مقدس هو ان شوف الله يخليك راه حنا, حنا كنا نسمعوا واحد الخطاب يقول لك شوف يقول لك تكلم كيف ما بغيت خلي عليك الملك فوت لي ملك حنا كاين المنطق شي يقول واش انا واش انا الا كنت انا عندي هذا البيت ساكن فيه واش انا واش انا ورب البيت ومسؤول على البيت والله والله جاري هو المسؤول على هذا البيت راه انا المسؤول على هذا البيت واش هذا الصاحب واش هذا الملك هذا الملك هو اللي يعين هو اللي يقيل هو اللي يعطي التعليمات هو اللي السجال الاول المعلم الاول البرومبي الاول الرياضي الاول كل شيء الاول وكيفاش انت الاول ومخلي هذا الشعب يعني على شكون شكون اللي عين اخناتوش العظيم؟ شكون اللي عين العثمانيين؟ يعني انا؟ عينوا الشعب عينوا الشعب واش واش الانتخابات مزوره في واضحه النهار؟ شكون اللي زورها؟ شكون اللي عطى التعليمات باش تزور؟ شكون اللي يحمل المزورين؟ شكون اللي يخلي اليوم القضاء يسكت على المفسدين ويحاسب الاحرار؟ شكون؟ انا والله الشعب؟ نو no. راه الملك هو اللي اعطى التعليمات، واذا ما كان اعطى التعليمات راه يتحمل المسؤوليه، يكون عنده المسؤوليه يقول انا انا ما انا ما كنحكمش المغرب، راه كاين شي جهه كتحكم المغرب ولكن باش يتخزن وراء القصر ويسد عليه الباب. بعد على ولا مع ما شفت رئيس دوله في العالم تزوجها واحد وعشرين عام، واحد وعشرين عام ما تكلم على الصحافه، سنين عام ما تكلم على الصحافه، واحد وعشرين عام ما مشى افتح الفيسبوك يتكلم مع الناس، وغير افتح الفيسبوك يعني انت ما بغيتش تتكلم مع الصحفيين افتح الفيسبوك تكلم مع الناس، واحد وعشرين سنه ما تعطي حوار، ما تناقش، ما تتكلم، ما تدافع على الناس. ما ت... بك الناس ان كاملين في المغرب قلنا الملك الملك ولكن سمعنا الملك سمعنا الملك ولا سمعنا الملك ودار راسه ما سمعناه ولا سمعنا وصلت علينا اصحابه لانه حنا شكون كل... هذو كلهم اللي كتشوفهم اليوم مظلومين واللي عندهم قضايا راهو ب... راه كاين المحامي البشتاوي كاين القاضي قنديل كاين قلت انا كاين شحال من واحد مظلومين على هذو المظلومين شكون اللي ظلمهم ظلمهم الحياة ظلمتهم الإدارة الحياة آه الإدارة إدارة شكون اللي معين فيها معين فيها واحد شكون معين الملك وهذا اللي معينه الملك هو اللي مخليه الملك اليوم هو اللي يعطيه الصلاحيات باش يظلم إذا أنا نقول بأنه الشعب المغربي ماشي فعلا ويفهم ماشي 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 حتى يفهم ماشي يورغم على الفهم يرغم على الفهم حتى أنا نقدر نقول بأنه مثلا اذا كانوا زعماء الحراك وحد الوقت كان مطالبهم مثلا هو مستشفى وطريق وكذا ولكن اليوم انا قد نقول لك بيدنا هو ارغمت الوقت وارغمهم التعذيب اللي شافوا وارغمهم القمع وارغمهم الاختطاف وارغمهم الحبس على انه يبدل الفكره يعود مطلبهم اكبر من هذا الشيء كذلك الشعب اليوم إذا كان يقول لك اليوم راه انا بغيت تلغي لي غير الجواز راه ممكن غدا يقول لك بانك اسقاط النظام هذا الشيء مؤكد واعتقد على انه مساله وقت لذلك الى شاء الى لاحظت على انه المخزن اليوم مخزن تالف مخزن اليوم يعني مرتبك ولكن علاش مرتبك لانه مفتوح عليه الكثير من الجبهات هو مفتح عليه الكثير من الجبهات لانه نظام غبي يعني ما ما عنده علاقه بالدبلوماسيه واحد النظام بحال التراب المخزن التراب ماشي وصافي المهم فين ما خرجت واخا يشوف دريك يشوف بانه راه ماشي للهويه يكمل الى الهاوية عنده مشكله الصحراء الغربيه عمرها 45 سنه والكراسو بانه استعمل كل الحيل التغيير الديموغرافي التغيير البشري التغيير الثقافي آه المينورسو آه كذب الاستفتاء آه الحرب يعني مع الحرب راه الحرب الاولى اللي اللي دامت من 1975 الى 1991 راه الاخ كريم راه راه بوليزاريو هذا اللي يقول لهم هما الشير ديما المرتزقه وقطع الطرق وكذا واللي يسبهم وحقيقه يدل على نفسه لانه لانه حتى حتى امريكا ما تسب اعداء امريكا لا عاد عندها شي عداوه مع شي نظام ولا عندها شي مجموعه ما عمرها تسبها كتكبر بها باش باش بان فعلا حتى حتى وزنها هي بان راه تصارع مع الاقوياء باش تصارع مع الصغار انت لما تقول لهم الشير والمرتزقة المرتزقه وبعدها تقول لهم اخواننا وبعدها تقول لهم المحتجزين وبعدها تقول لهم المغرر به وبعدها تقول لهم اجو عندي كيفاش ت... واش انت انت غادي تستقبل الشرذمة ديما تستقبل ش... ل... 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 تستقبل قطاع الطرق راه قال وزير الخارجيه بروطه هذيك الساعه قطاع الطرق واش انت غادي تدخل عندك قطاع الطرق تسكر معك قطاع الطرق تردهم تردهم الصحراء الغربيه قطاع الطرق يعني ما غير شو المنطق، إذا هذا الحرب اللي قلت لك دامت من 75 حتى 1991 راه راه جبهة البوليزاريو أسرت أسرت 4200 أسير مغربي، 4200 واش عارف شنو 4200؟ 4200 وما أفرش في راسك هذه الأخ كريم ولا لا وكذلك الإخوة في الريف كذلك مزيان يعرفوها بأنه آخر دفعة من الأسرة المغاربة قبل ما يتم اطلاق سراحهم ذيك الساعه برعايه من الصليب الاحمر استقبلهم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أه الله يرحمه قبل ما قبل ما يمشوا مشى مشى يعني اجتمع معاهم شنو قال لهم الاخ كريم؟ قال لهم شوفوا انتم فرحان اليوم باش تمشوا لبلادكم ولكن انا نقول لكم واحد القضيه يوم زدتوا توقفوا عليها قال لهم انتم عشتوا معانا هون كاين اللي عاش 24 سنه على 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 الاكثر كاين اللي عاش 24 سنه قال لهم عشتوا معززين مكرمين بيننا عايشين معانا وكل شيء قال لهم ان شاء الله والساعه اللي ترجعوا لبلادكم والله قال لهم حتى تفتار شو الكرتون قدام البرلمان وحياك الله حتى فتار شو الكرتون في الرباط وراهم مازالوا يفتار شو الكرتون في الرباط وراهم مازالوا يتسول هذوك الاسرار اذا نقول لك انه هذا 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 يعني عنده مشكله الصحراء الغربيه عنده مشكله الريف واخا نجح هو على انه يكالميها واحد الوقت عنده مشكله الجزائر عنده مشكله مع الجزائر هو عارف بانه الجزائر الجزائر الا بغات الا بغات تمحيه تمحيه في دقيقه عارفها هو الا بغات تمحيه و... والجزائر عندها من الامكانيات العسكريه و... والحربيه اللي ممكن تربيه لانه هو خصو اعاده التربيه وعنده مشاكل ثانويه خلقها نفسه بحال راك شو مشكلتهم مع اسبانيا؟ راك قدمت في البدايه اسبانيا تستقبل الرئيس ابراهيم غالي ولا تستقبل آه. الجن الاحمر ولا يعني تستقبل اي واحد تدخل في ديال الدول الاخرى آه. وتقول بانه دخل بهويه مصورة بنبطوش بطوش تعطيها لهذيك بن بطوش تقول لهم يعني العياشه سمعوا العياشه وتم العياشه بنبطوش واش انت الاخ كريم تعتقد انه كان شي دوله في اوروبا ممكن تدخل شي واحد بوثائق مصور عضو في الاتحاد الاوروبي وهما <applause> <applause> يمكن يديروها هذيك الدوله يمكن تديرها واخا ولكن ثاني هنا الاوروبيين تبع ما يقدروش يديروا هذا الشيء لا دوله اوروبيه خصها تدير اه عضو في الاتحاد الاوروبي عضو في الاتحاد الاوروبي تدخل واحد وهي مزوره بسميتو شو هذاك هذوك المسائل بنبطش ما تنبطوش وهما يعتقدوا بانهم راه يضحكوا ولكن ما يضحكوا على انفسهم وتمشي تتدخل في دوله كاسبانيا وتمشي دراسك بانك انت قوي دوله قويه وقد تصارع مع اسبانيا وتقول لهم لا انا نستعمل موانئكم في العبور وتخلي المغاربه مساكن يعني مشتين في في في, في الطرقان شي مشى لفرنسا شي مشى لجينوا في ايطاليا ها ها شي مشى هذا هذا راه ما يديروا حتى المبتدئ في التسيير يعني لا المبتدئ اللي حط قدمه في التسيير ما ما يقوم بهذا الاخطاء هذه وتمشي تفتح عليك جبهه المانيا تمشي انت دير راسك في المانيا دير راسك انت في المانيا وبانك راه قادر على تواجه المانيا وت... وتركع على المانيا وبعد تمشي تكذب بقضيه ترامب تقول بانه راه ترامب اعترف لك بالصحراء الغربيه واش الاخ كريم كاين شي واحد يقد يعطي شي حاجه شي حاجه ما هي عنده من اللي يملكوها واش نتا دراك كنت تعطيني انا انا ادرك واش نقد نع... انا مثلا انا ماني ريفي واش انا قاعد نعطي السياده ديال الريف لشي حاجه يعني احنا عندنا واحد المثل كيقولوا كي, كي... كيخوفوا ب بكي سميتو ب... بشي حاجه ميته تعبان ميت هذا اه 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 الريفي شعب... كيخوفوا بتعبان ميت باش تدخل الصراعات الدول بحال المانيا اه. يعني شي حاجه ما يقبلهاش العقل الأخر اه. اه كيف كيفاش تمشي انت, انت عند ترامب وتقول له تقول له اعطيني اكتب لي في تويت اه. اكتب لي في تويتر اكتب لي بان الصحراء الصحراء لي وانا ندي هذيك تويت ونعطيها العياشه نضحكهم بها وشويه اليوم ونقول لهم راه صافي خير يبرد شويه على شويه <applause> <applause> تمشي اليوم كذلك تمشي تتقول لي تفتح القنصليات في, في اسمه في, في الصحراء الغربيه شوف تفتح قنصليات عمرك لقيت شي دوله تسمح تسمح لنفسها لانها تنفتح فيها قنصليه في واحد المكان ما فيش الجاليه هذا شكون اللي كاين في الصحراء الغربيه كاين شي جاليه من من السنغال ولا كاين شي جاليه من هذا القنصليات كانوا اللي تفتحت في الصحراء الغربيه اللي اللي صدقني يعني الان كانت كان عاملين غير من الرمله من العجاج دخلت بغال العجاج ما كاين اللي يشطبوا خاويات خاويات ويجي يدير لكم في الاعلام يصورهم لا ويمشي <applause> بوريط يركب كف على حساب مال الشعب ويركب في الطياره ويخلص الشعب المغربي عفوا يخلص الطياره ويخلص لوطيل الشعب المغربي باش يكذب علي انا بوريطه يجيب لي المقص ويجيب لي واحد السفير والله يجيب لي واحد القنصل يقول لي راه فتحنا قنصليه راه زعما الصحراء مغربيه هي لو كانت الصحراء مغربيه كاع ما دير قنصليه لو كانت الصحراء مغربيه كاع ما دير هذا الشيء كامل لو كانت الصحراء مغربيه ما تمشي لعند ترامب باش يعطيها لك لو كان لو, لو لو كانت الصحراء مغربية ما أنت 45 سنة وأنت تدور في نفس الحلقة وأنت لم تستطع لأنك تحسم هذا الموضوع لصالحك 45 سنة راه نصف قرن نصف قرن وفي التالي تقول لي تقول لي بأنه راني أنا ناجح متفوق كل ليلة بوريطة بور في تصريح صحفي راه مجلس الامن، شنو هذا لك انت مجلس الامن؟ وتقول لي بانه مجلس الامن يدعو الى مائده مستديره وفي نفس الوقت تقول بانني انا هذا موضوع حسيم كيفاش حسيم؟ وانت تتفاوض مازلت تتفاوض وتك وتجلس مع هذو اللي تقول لهم الانفصاليين آه. تجالسهم كيفاش هذا الشيء آه. واش في راسك في الجريده الرسميه ديال المغرب م. الجريده الرسميه للمغرب في 2016 يناير 2017 نهايه 2016 بدايه 2017 الجريده الرسميه للمغرب اش مكتوب فيها؟ في هذا ما يسمى بظاهير شريف صادروا هذا صاحب الدجاجة فيه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجريدة الرسمية ولما تكون قمم الاتحاد الإفريقي يصور لك صاحب الدجاجة مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إبراهي. نفس الصورة الجماعية وكيفاش شرح لنا هذه كيفاش هذه؟ آه. شرح ك... يك... للمغاربه قول لهم كيفاش كيفاش تتصور معاه انت في القمم الافريقيه وتقول بانك ماشي باش تطردو شو تطردو ما باش لي تطردو باش تطردو باش <applause> بطاطا وماطيشه باش تطردوا باش تطردو انت اش عندك ش عندك باش تطردو؟ تطردو عندك شي عمل دبلوماسي عندك شي ح... عندك شي حجج قانونيه على هذا الكلام لهذا موضوع الصحراء الغربية عميق جدا و... و... ومع الاسف ياسر من الشعب المغربي ما هو عارفه لانه جهل ذاك الشيء اللي نقال في الاعلام الرسمي <تصفيق> <تصفيق> يعني راك شايف طنجه القويره اش عمرك لقيت شي ما... عمرك لقيت شي مالك مشى الاخ كريم مشى مشى لقويره صور <applause> فيه عمرك لقيت شي فيسبوكي من هذو اللي خدامين خد مع النظام واللي يتكلموا عن فيسبوك عمرك لقيت شي واحد منهم دار شي لايف بالقويرة وكيفاش تقول لي ترجع للقويرة وانت القويرة ما تقدر توصلها؟ انت كملك انت كملك خلي الجنود ولا الناس العاديين، انت كملك لا تستطيع الحسن الثاني نفسه لم يستطيع زيارة القويرة ولا يستطيع وهذا محمد السادس لا يستطيع زيارة القويرة وتقول لي القويرة ديالك الشعارات الفضفاضة اه اه <applause> واحد. <applause> كان واحد المساله اخرى الاخ محمد كان كنحييك على هذه التوضيحات مزيان باش بلاد ما يوضح هذا الشيء للشعب سواء الداخل ولا الخارج ودائما كما نقول الاخ الراضي حتى شعارنا حنايا كريافه حنا ما عندناش المشكل مع الشعب وانما مع هذاك النظام وعلى راسهم هذاك اللي سميتو محمد ستا كتوضيح وهذا الشيء. أه كما شفنا مؤخرا الاخ راضي هذاك أه أه التطبيع مع اسرائيل، مع العلم هو رئيس شي حاجة ما ديال فلسطينياك. أه مم. انت في نظرك علاش زعما دار التطبيع مع العلم هو رئيس اللجنه فلسطين ومخروض انا دابا هذا النظام ولا محمد السادس خروضنا العقل ل... ل... ما لقينا ما لقيناش من الاتجاه اللي, اللي شاب مره يدير التطبيع مره يجلس مع معال... الاخ غالب مره يعني شي مسائل مره مره كتبقى حيران ملي كتحلل شي مسائل م... ما تلقيش ديريكسيون واخا دابا شنو نظرك انت علاش هاد التطبيع على الاخ وشنو هو موقفك ولا النظريه ديالك ولا التحليل ديالك في التطبيع على الاخ محمد هو 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 علاش المغرب ولاش الملك بالضبط ماشي المغرب لانه الملك ماشي هو المغرب الملك الملك نظام سياسي في المغرب ممكن غدار آه. ما يكون النظام في المغرب كانت عنده مشكلة قالها قضية ثغرة القرقرات آه ربما كثير من كذلك الإخوة في الريف ما, ما عارفينش يعني هذا الموضوع على حقيقته ثغرة القرقرات هي واحدة النقطة يمر منها الشاحنات ويمر منها الحشيش المخزني اللي ماشي لإفريقيا يعني فيها في أه ما يسموها معبر حدودي يعني المغرب يسميها المعبر الحدودي نحو موريتانيا وهي موجودة على أراضي الصحراء الغربية هذا القرقارات جاءوا مدنيين صحراويين في شهر أكتوبر 2020 وسدوا الطريق مدنيين فيهم, فيهم نساء فيهم شباب جابوا خيامهم وقطعوا الطريق اللي تفصل بين بوابة القرقارات وموريتانيا صحيح قطعوا الطريق المغرب صحيح من انقطعت طبعا انقطعت الطريق اه خسرت التجاره خسرت تجاره اللوبيات المخزنيه خسرت تجاره الحشيش خسر كل شيء اصبح المغرب معزول بريا ما عنده ولا ولا معبر بري مع افريقيا اللي ينتمي لها يعني المغرب كامل ما عنده ولا معبر بري من غير القركرات باش يمشي لافريقيا وهو ينتمي لافريقيا بحكم أه انه كاين وقف اطلاق النار بين بين المغرب وجبهه البوليزاريو موقع تحت رعايه الامم المتحده في 1991 والاتحاد الافريقي أه انضغط المغرب منين انضغط يا اما انه لا يمشي لها المدنيين وينزعهم من هذه المنطقه بالقوه وانا ذاك يعتبر خرق لوقف اطلاق النار وبالتالي بانه الحرب ترجع يا اما انه يبقى يتفرج ولكن يبقى يتالم يعني يبقى في الوضع اللي هو فيه في يوم 13 نوفمبر 2020 المغرب ما قد يصبر وقام ب اه بجرافاته لهي المنطقة دخلت دخلت الجرافات لهي المنطقة وهي منطقة مشمولة بوقف إطلاق النار ممنوع عليه يدخلها ممنوع عليه يدخلها تحت رعاية الأمم المتحدة ما عندوش الحق يدخلها ودخلها بالجرافات وبدات الحرب بس آه الجيش الشعبي الصحراوي كان بالقرب من المكان رفد الصحراويين اللي كانوا في الخيام لانه يعني هذو مدنيين صحراويين مسؤوليه جيش تحرير الشعبي الصحراوي انه يامن سلامتهم في سياراتهم ومشى بهم آه رجعهم رجعوا للمخيمات من بعدها نشات ديك القصه اللي تعرف ديك اللي يروج لهم المخزن راه الدق تام واحد الاغنيه راك عارفها و خليتو صناد لكم وكذا فهمت بان زعما هذوك المدنيين خلاو صناد لهم على الرغم انه هذوك المدنيين راه تفاجؤوا بدخول الجرافات وممكن مدنيين يقعدوا في واحد المكان اللي هو فيه الحرب وجاتهم قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ورفضتهم على عجل وهذه مسؤوليتها يبقاو صناد لهم والله يبقاو خيامهم ولا يبقى اي حاجه راهم راهم مجرد مدنيين هذو ماشي عسكر باش تقول بان راه فروا من الجندية هذو مدنيين ومشاو وبدات الحرب الحرب اخي كريم باديه من يوم 13 نوفمبر 2020 الى يومنا هذا راه قريب من عام راه كاين الجنود الجنود المغاربه يتوفاو في في, في 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 الحدود يعني توفاو باقصاف جيش التحرير الشعبي الصحراوي يندفنوا في الليل المستشفيات العسكريه في العيون المحتله وفي قليمين المحتل ملانه من الجرحى ولكن ما كيتكلم يتكلم عنهم حد ممنوع يتكلم عليهم حد تحركات الطيران الحربي اليوم اي حد تسولو في قليميم ولا تسولو في العيون تقولوا الطيران الحربي يقول لك النهار كامل سمعون ميراج يوميا يوميا نقول يومياً, يومياً. يوميا هذا الوضع هو ما يقدرش ما عندوش التمويل له وما عندوش القدره العسكريه باش يواجهوا شنو شنو لماذا لجا الى التطبيع التطبيع قبل على اساس انه يطبع والمقابل على انه الكيان يقف معاه يعني يقف معاه بالسلاح يقف معاه بالتدريب يقف معاه باي حاجه يقف معاه بالاسناد على مستوى اللوبيات في الولايات المتحده الامريكيه يقف معاه على مستوى مجلس الامن الدولي يقف معاه على كافه المستويات وهذا هو اللي خلاه يطبع الى يومنا هذا والتطبيع اول شيء لم يستشر فيه الشعب المغربي يعني ما رجعش الشعب المغربي هو عيط له عيط الشعب هذا التطبيع ولكن تاني شكون اللي يسمع للشعب؟ ها شكون اللي وهو عثمان و... عثمان هذيك الساعه هو رئيس الحكومه ورئيس هو الحكومه عيطوا آه. قال له تعال توقع قال قعد تعال قال له تعال توقع جا وقع صافي ومشى فحاله يعني ما كاينش استشاره الشعب ما كاينش الاعتماد على الشعب ورغم ذلك يقول لك انه راه هذه راه الملك مع الشعب والشعب راه مجند مع الملك ولكن كيفاش هذا الشعب مجند هو لا يستشار كاين شي شعب لا يستشار بحال دابا ترك فرنسا تقدر تاخذ هذا القرار قرار بحال هذا تاخذه بدون لجوء للشعب بدون لجوء للاستفتاء اما موقفي انا واش معاه ولا ضد لانه يغير اي شيء لانه الاساسي شنو هو؟ الاساسي هو انه المخزن خصو يفهم واحد الفكره خصو يفهمها واعتقد انه انا الاول باش يفهمها بعد 45 سنه من النزاع مع الشعب الصحراوي الشعب الصحراوي تكالبت عليه مجموعه من القوى الخارجيه تكالبت عليه اسبانيا ولم تستطع البقاء في المنطقه تكالب عليه المحتل المغربي 45 سنه ولم يستطع ان يفرض اسمه أجنتو في المنطقه تكالبت عليه الولايات المتحده الامريكيه في واحد الوقت تكالبت عليه مجموعة من القوى الدولية باش تسلبوا حقه لأنها ترى في الصحراء الغربية مصدر للثروات لأنه الأخ الكريم أخ كريم خاصك تفهم بأنه مجموع السمك اللي بيع اللي بيع النظام المخزني لأوروبا راه 90% منه مصطاد مصطادة في السواحل تسعين في 90% الفوسفات اللي بيع اللي بيع المخزن اليوم عن طريق ما يسمى بالمكتب الشريف راه راه 70% ولا 80% منه جايه من فوس بوكراع من الصحراء الغربيه معنى على انه هو يرى في هذه المنطقه مصدر ثراء ومن خلال هذه الثروه هو باش يمشي يشتري اللوبيات في الخارج راه النهار اللي تجف عليه المنابع الاموال اللي من الصحراء الغربيه اللي اصلا يعني اموال تضخ في الصناديق السوداء هذيك الاموال اللي قلت لك اموال الحوت واموال الفوسفات جزء كبير منها يمشي للصناديق السوداء اللي من خلالها يشتروا لوبيات في الخارج النهار اللي غادي تجف عليه هذه الصناديق لا هي لقى بانه ما كاع يبيع ولا يشري في الناس وسيعود على الحقيقه اذا انا للمخزن ان يفهم بانه هذا المره جيش التحرير الشعبي الصحراوي مصمم تعرف مصمم مصمم على انه لا يمكن وقف اطلاق النار ولا اسمه هو العوده الى الديار الا اذا حرت الصحراء الغربيه من 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 الاحتلال المغربي وخرج منها ونقول لك واحد القضيه انا متابع لهذا الموضوع منذ من نهار من يوم 13 نوفمبر 2020 شوف ماتوا دي كولونيل ماجور ودفنوا سرا ماتوا دي كولونيل ماتوا دي زوفيسي ماتوا ماتوا مسؤولين عسكريين كبار ماتوا جنود بسطاء والله حدثنا بعضهم على انه والله لا تستطيع انك تشوف الجنود اللي اللي اصيبوا في القصف قال لك حروق شديده تقطيع الاطراف يعني قال لك ما تشوف هذه المناظر ورغم ذلك ما استطع الى يومنا هذا انه يقول الشعب المغربي انه راه هناك حرب كتلقيت شي دوله في العالم نظامها السياسي يكون في حرب ويقول المغاربه ليست هناك حرب هذه فين شفتها هذه ما فيش انا ما شفتها هنا. شفتها الا في المغرب يعني الانسان عنده حرب وعنده ناس يقتلون يوميا في هذه في هذه في الحروب ويقتلون مجانا بالله عليك انت تدرك اليوم هذاك الجندي اللي يموت في, في, في الصحراء الغربيه الجندي المغربي اللي ميت اللي تخلص 300 اورو ولا 250 اورو ولا 400 اورو بالله عليك انت اشنو رابح من الصحراء الغربيه انا نطرح لك السؤال الاخ كريم اه يعني هما مجبرين الاخ ديالنا عرفتي مؤخرا هربوا شي ربعه من الحدود ما بين اسبانيا وسبته هربوا هما مغلوبين عن امرهم وهم الضحايا آه آه. انا انا شنو هي انا قول لي غير يربح هي انتظرك انت شيت حارب قلت للفلسطينيين من قلت للفلسطينيين الفلسطيني. الفلسطيني على الاقل يدافع على ارضه تخلص من ولكن المهم عنده واحد القضيه دافع عنها حتى الى استشهد راهو استشهد من اجل قضيته هذا المغربي الانسان اللي يجيبوه مثلا يجيبوه من تاهله والله يجيبوه من تاونات والله يجيبوه من الخميسات والله يجيبوه من جديده والله يجيبوه من من شي منطقه في المغرب ويدوه لحتل هذه لهذه المنطقه ويعيشوه بمطيشة الخامرة عزك الله وبطاطا الخامره والتكرفيس والتمرميد والعجاج والعطش ولادو ما عرفهم واش كبروا ولا ما كبروا ووالديه توفى عنهم ما عارفوا واش حيين ولا ميتين وعايش راك ما عارف شايفين كيفاش مثلا يتظاهروا قدام برلمان قدماء المحاربين اللي مطرودين صحيح. من جندي اللي عذاب تع... انا لا نحارب عليه واش انا نمشي نحارب على اساس نمشي نحارب انا على واحد القضيه يقولوا لي انت راه هذه قضيه وطنيه ورخصك تدافع وهذه بلادك وهو علاش هذا الملك ما يمشي يحارب ف... ش هذا القائد الاعلى لقوات مم. المسلحه الملكيه ما يمشي حرب؟ علاش <applause> قاعد كالس في رماد؟ علاش؟ علاش علاش قاعد هو ولا ولده هذا الكورونا ماجور علاش ما يمشي حتى هو للحرب؟ علاش ما تمشي بنته والله يمشي خوتو علاش ما يمشيو للحرب؟ علاش يمشوا غير مساكن الفقراء والبسطاء والكادحين اللي اصلا ما عندهم باش يعيشوا؟ لانه يعرف بان هذه الحرب بحال يكريهم عمرك لقيت شي نظام يكري الجنود ديالو؟ هو كراهم كراهم السعوديه باش باش يقصفوا اليمن كراهم ذيك الساعه الولايات المتحده الامريكيه باش يقصفوا العراق ما لقيتش واحد يكري جندي يكري يكري جندي الكري جندي يعطيه لدوله اخرى باش يحارب يعني لو كان هذا ال... لو كان هذا الجيش لو كان هذا الجيش فعلا يدافع عن حل القضيه معينه قد نقول لك بانه فعلا انا معه ويمشي يستشهد بعد حتى قال لا مات قرأه مات من اجل قضيه لكن الإنسان يمشي لواحد الموضوع بعيد عليه لان الصحراء الغربيه آآ آآ هذه راه منطقه لاهلها هذه شوف ما يمكن يعيش فيها الا الانسان الصحراوي هذه منطقه ما يمكن لك تعيش فيها الا اذا كنت ولد الخيمه وقاعد تعيش مع 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 مع, مع البل وقاعد تعيش مع الطقس الحار وقاعد تعيش مع العجاج وقاعد تعيش مع هذه الظروف المناخيه كل بالله عليك انت ذاك الا جبنا واحد من كناسي. جبنا شي مكناسي وقلنا له بانه راه غادي نعطوك واحد 500 هكتار في الصحراء الغربيه ولكن سكن هنا وبني واحد الخيمه ونعطوك الجمال ونعطوك الغنم ولكن تعيش هون يقبل يقبل يقدر يعيش يقدر يعيش بحال انا كذلك الا ديتني واحد المنطقه اللي انا ماشي منها اذا هذو الصحراويين شنو عدلكم لما تجولهم لهم لارضهم تجيب لهم 350 الف في ما يسمى بالمسيره الخضراء واش بالله عليك تعتقد من هو المنطق واش إسبانيا اللي هي دولة مستعمرة وعندها من الأسلحة وعندها من الطيران وعندها من الدبابات وعندها من الأسلحة الثقيلة اللي قادرة تبيد مليون بشر كيفاش تقبل ب 350 الف مغربي يدخلوا عليها وهم هازين كوميرو <applause> وباطا ديال السردين آه. والقران ما يقبلهاش العقل صحيح <applause> ليش؟ آه. يعني خمسين الف يدخلوا على اسبانيا با... وما تقتل فيهم ولا واحد تقول بسم محمد راضي دابا هادو الموال فين راه كيقول كي لك محمد الخامس تشاف في القمر زعما كيصنعوا كي معجزات أرى الطياره طاحت جاب منديل دار لها ليسانس صافي بقات كطير يعني كيعيشوا كي الشعب <applause> بالخرافات و... أه. يا الاخ الراضي يعني معروفين هاد العلويين معروفين بهذا نعم. الخزعبلات والاكاذيب وعلى الشعب ولكن تاني الشعب ذا كيف قال الاخ الراضي ذا كيف آه. اه اكيد اكيد واخا الاخ الراضي علينا نوصلوا لنهايه هذه الحلقه هضرنا علينا جوج سوايع تبارك الله كان اقبال ديال ديال الاخوان والاخوات واما هذوك انا في الحقيقه هذه العياشه الاغلبيه ديالهم الاخ اخ الراضي كنشوفهم الا ضحيه من ضحايا النظام العلوي انا كنهضر على هذوك اللي في المغرب غالب غالب على الامر ديالهم عاد كي كي أمن في الخرافات بلي امير المؤمنين بلي جدو بلي با كان شافوه في القمر والى اخره ولكن ان شاء الله غادي يجي الوقت هادشي الشيء ما غاديش يستمر لحقاش لازم الحق الاخ الراضي يجي ينتصر على الظلم الاخ الراضي أه دابا انا اللي ما فهمتش الاخ الراضي نمشيو شويه لهاد العياشه اللي ساكنين هنا كيقولوا لك باللي أرى المغرب احسن دوله في العالم وهو تلقاه ساكن هنا في هولندا في فرنسا في اوروبا وكيقول لك أرى المغرب احسن دوله علاش زعما انت في نظرك الاخ الراضي ما يمشيش يعيش في هذاك المغرب الى هذيك الدوله علاش جل هنا؟ اصلا علاش هو اصلا شوف اصلا هذا الملايين من المغاربه اللي موجودين في الخارج راهم اصلا نقدر نقول لك 95% ولا 96% منهم لاجئين لاجئين ولكن ما فراسهمش بانهم لاجئين لان يعني شنو اللاجئ شنو هو اللاجئ انت الا كنت لقيت مثلا ديمقراطيه عندك في بلادك وعندك الحق وعندك امورك كلها وعايش بخير وعلى خير و... وعندك المواطنة الكاملة هذه تقعد في بلادك علاش الفرنسيين مثلا ما يمشيو بلادهم نتكلموا بالنسبه للبيره علاش علاش قاعدين في بلادهم لانهم بلادهم مفر لهم كل شيء وبلادهم فيها المواطنه وفيها الحقوق وفيها القانون وفيها كل شيء كذلك اللي المغرب الانسان متناقض مع نفسه وهذا سببه هو الجهل عنده 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 تفسير واحد هو الجهل والانسان ما قادرش يفهم الواقع الانسان اللي هرب من هذاك الواقع ويركب في واحد الزويرقه والله, والله فلوكه ويدخل البحر وما عارف واش حق والله ما يلحق ويوصل هنا ومن بعد يوصل ويقول لك انا الملك زوين والمغرب زوين ويقول لك راه بلا ما تقيسليش بلادي وحنا احنا هو ما نتكلموا على بلاد وحنا اه رن... هنا نتكلموا اش يسبنا وكذا شك عنا احنا كنتكلموا على المغرب حنا ما نتكلموش على المغرب احنا نتكلموا على المغرب صحيح. احنا, احنا ما عندنا مشكله مع المغرب حنا ما عندنا مشكله مع الشعب المغربي الشعب الصحراوي ما عنده مشكله مع الشعب المغربي وخاص الشعب المغربي ما تكون عنده مشكله مع الشعب الصحراوي لانه الشعب الصحراوي ما دالكم والو والمخزن دارو عرضو واش نتوما المخزن المخزن راه راه عنده الاليات وعنده م... عنده الخارجيه وعنده مخابرات وعنده المؤسسات اللي تدافع عنه ليش انت تدافع عنه؟ آه. انا ما مع... عنديش مشكله معك. ولكن مش انه انسان ما فاهمش تتكلم له على الحق يقول لك انت ضد المغرب تتكلم له على على الظلم يقول لك انت ضد انت ضد المغرب تتكلم له على الفساد يقول لك انت ضد المغرب انا ماشي ضد المغرب انا يمكن العكس انا يمكن نكون انا في الخير اكثر منك انت المغاربه انا قلت انا أف... ندير الخير في المغاربه اكثر منك انت لاننا ندافع عنهم لان ندافع عنهم باش يكونوا يكونوا بشر بحالهم بحال الناس وعايشين بخير والخير وكرامتهم و... وحقوقهم اذا لما سالتني على... على العياش العياش واحد ظاهرة غريبه مخلط فيها الجهل ومخلط فيها الانانيه ومخلط فيها قلة التربية. صحيح 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 قلة التربية لأن رأنا... رانا تكلمنا قبل اللقاء على كيفاش تت... كيفاش كيفاش مثلا شفت الصحراويين كيفاش ي... 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 ما يدخلوش في خلافات الخلافات بينهم ولا يفشوا أسرارهم ولا آه الكائن عياش... العياشي الكائن العياشي تربى عنده ت... ت... آه عنده عنده نقص في التربية ويصرفوا باش يصرفوا بالسب والشتم لانه ما عنده حتى حاجه قد يعقب لك عليها. هذا وقعت لي شحال مره مثلا واحد مؤخرا كنت في وسط باريس وقفت عليه واحد المغربيه. قالت لي واش ما غاديش تعطي اتساع لبلادي؟ قلت لها سبحان الله ما قالت لي لا سلام لا والو قالت لي واش ما تعطينيش تعطي اتساع لبلادي؟ قلت لها ما فهمتش ما فهمت كيفاش ما اعطيتش اتساع لبلادك. قالت لي تنتقد قلت لها انا ما ننتقدش بلادك انا ننتقد الفساد اللي كاين في بلادك وننتقد النظام السياسي اللي كاين في بلادك قالت لي وانت الوالده ديالك فين كاينه آه. قلت لها درك جاب والده والدتي علاش جابها للموضوع جابها جاب للموضوع قلت لها واش الوالده اذا كانت عندي مثلا في المريخ واش كيرزقها المريخ ولا يرزقها الله قالت لي يرزقها الله قلت لها انت دابا كنا في فرنسا قلت لي رزقك ماكرون ولا ولا يرزقك الله قالت لي <applause> الله أنا قلت لها بحال هكاك اش علاقه اش علاقه الملك واسمو ومن بعد تفهمت واستوعبت وندمت وندمت في النهايه هذا العياشه ما كيعرفوش ما شي اللي فيهم لحقت شوف يعني شوف باش محزم محمد السادس غير باللي كيسبو اللي, اللي كيشتمو انا مرارا وتكرارا الاخ الراضي دابا كيما استقبلتك انت تهضرنا نناقشو يمكن كاين شي مسائل ما نتفقوش عليهم عادي اهل الحوار النقاش قنعني ولا نقنعك ولا انا درت عاود درت النداء شي شي مسؤول ولا شي شي واحد من هذيك الدوله ولا شي عياش هنا عندهم نستقبلوا نستافوا ونتحاوروا في, في في, في اطار الديمقراطيه وفي اجي ناقشني ولكن لا كيهربوا من كاين بزاف العياشه ولا شي واحد كيقول كي لك علاش تستقبل الراد عم محمد را محمد راضينا درت له الدعوه لبني النداء يجي نحاوروا ما قالليش لا ما تهربش ما, ما دارش يعني آه ها هو معانا لبى النداء لبي حتى نتوما النداء اجي وناقشونا يمكن تقنعني يمكن نقنعك يمكن ولكن ثاني لا الاخ مع الاسف انا اللي اللي زعما اللي اللي كنشوف ما كاين غير من الصمتة اللي هي تحشم زعما باش تقول ولكن هما ما كيعرفوش في هذه التعاليق ما هما ما كيعرفوش اللي كيسب كيقول لك هادي ولا هذا ولا كيسبوا الأعراض راه هذيك ضد القانون ديال الفيسبوك انا شنو كندير لهم لهادو اللي ما مربينش مثلا سالي اللايف عندنا واحد المجموعه بينا اللي كيسيروا هاد القناه ندوزوا عليهم ما نبلوكيهمش ما نديرو شنو نديرو نديروا الابلاغ عند عند فيسبوك علاش كيسب تما كيختار القانون ديال الفيسبوك صافي يا ناس حنا سالينا معاه مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد اه وانا ما انا ما انا ما نبلغ عنهم ولكن نحاول نبلوكيه علاش نبلوكيه لسبب بسيط جدا ماشي لانه كلام استفزني لا ما عنده ما يستفزني كنت نوقف قدام الكاميرا ونقدم نشره فيها ساعه وما عنديش ما على بالي كاع على واحد لكن نبلوكيه لسبب واحد لانه اللي يقدر يسبك واللي يقدر ما فهمك يعني ما فهمش مشكلتك وما فهم عاش تتكلم يقدر يبلغ على حسابك <applause> وهذه هي المشكلة يعني ما يخليش الناس يستافدوا ويمشي هو يطيح لك الصفحة ولا يطيح لك الحساب صافي فقط على هذا علاش نبروكيه باش نتهنى منه لأنه أنا كنقول دائما أنه العياشي ما صالح لأي حاجة ما صالح ل... ما عندك ما تستافد منه العياشي وخي عندك في الصفحة <applause> ما صالح للحوار ما صالح لك تتفهمه ما صالحه لانه راه يفيدك بشي حاجه راه يرسلك شي حاجه شوف الان حنا كاين الناس يرسلونا يرسلونا معلومات يرسلونا فيديوهات يرسلونا صور على الحرب يرسلونا فيديوهات على الحرب يرسلونا معلومات على الحرب, الحرب. داخل الجيش المغربي ولكن ناس ايجابيين باغيين التغيير اما العياش اش يفيدك يجي هو احنا تكلمنا قال لك الجاهل هو باكو بمك، اش دخل اش دخل؟ غير هذا آه. صالح في الكره الارضيه لاش لا شيء لا شيء وبقاء و... واختفاء بحال بحال لذلك انا نبلوكيهم باش نحمي الصفحه فقط ما والله ما عندي مشكل يعود حتى عشرين ألف واحد ايس بقول لك وانا خاين اش خنت لك انا اش اش خنت لك اشترك معك انا كنا احنا دايرين الشركه ون... نسموه وسرقت لك الميزانيه ولا شنو؟ شنو خا... شنو يا خاين خنت لك؟ لانه هو سمع سمع أخر ردي غير هنا نقطعك واحد باش ما تمشيليش الفكره كما قلت لك واحد الاخت في هذه الاربع ايام اللي فاتت درت عليها واحد المباشر ضمنت معها في الجانب الانساني واخا هي كتقول عاش هي ساكنه في هولندا كانت في المطار قمعوها في المطار اولادها عندها الرجل ديالها مريض وما وعاش الظروف ديالها درت واحد المباشر كتستنكر فيه هذاك الشيء وكتقول عاش هذاك السيد اللي تما عاد كتقول عاش من بعد درت واحد اللايف هذيك الاخت بداو كيسبوها الجزائريه راه تخلصتي راه البوليزاريو اللي حرضوك راه الانفصاليين شوف علاش قالت كلمه الحق قال هنا ما كاينش الفرق الا قلت كلمات الحق تقول عاش ولا ما تقولش عاش ارى هذاك النظام والله ما يعقل عليه فهمت الاخ الراضي يعني هذيك عاش غير ارى هي هكا بلا فايده كما قلت ما هو كاع واش احنا غير لنا شنو هي معنى عاش واش هو ميت واش هو ميت واش هو ميت الناس تدعي باش يعيش الا إيه كان عايش راه عايش, را عايش را. كان الناس كامله عايشه اللي اللي مازال فيه الروح راه عايش شنو شنو معنى عاش؟ ليش عاش؟ والله ينصرك شوف شحال من واحد يقول والله ينصرك والله كذا والله يعني سبحانه وتعالى بغا ما بغي ينصرو سيدنا سيدك أنا كنقول لك سيدنا هو الله الا ما غلطش اه ايوا لا يهديهم ولا يعفو عليهم الاخ رضيحنا حنا المعركه ديالنا كبيره على هاد الناس انا بعدا كنشوفهم الضحيه مره مره كيبقاو فيا ما كاين مشكل كما قلتي انت لعل وعسى بنادم يقنعهم حنايا كندافعوا على الحقوق ديالنا لا انتم كشعب صحراوي لا حنايا كشعب ريفي كما قلت لك كانت عندنا الدوله ديالنا التحالف مع الاستعمار والقمع 58 59, 59 80 ولحد الان 2016 يعني صافي حنايا ملينا لحقاش ما كاينش بوش حاجه داروها معنا مزيانين مع الريف اللي يجي يحكم غادي يقمع غادي يدخل السجن و... والى آخرها الآخر الراضي يعني حنايا كندافعوا عن الحقوق ديالنا وكاس الكرة هذا الشيء كنقولوا عينا من هاد العناوين حنا بغينا نسيروا البلاد الريف ديالنا ب... عندنا الامكانيات يعني باش يفهموا هاد الناس اخ الراضي يمكن وصلنا للنهايه عندك خمسه دقائق تقول فيها اللي بغيت ملي تسالي هذيك خمسة دقائق عندي جوج واحد المناظر وواحد الطاغية تقول فيهم واحد الكلمة يعني دابا عندك خمسة دقائق تقول فيها اللي بغيت ملي تسالي نعطي لك عاد واحد آه تعطي الرأي ديالك في شخصيات ايوا الحمد لله يعني كيف قلت لك انا مؤمن بعداله قضيه شعبي اللي هو الشعب الصحراوي وآليت على نفسي على أني نكون معاه نكون مساند له ونكون في الصفوف في الصفوف اللي يعني الاعلاميه له بكل فخر ما مخلصني حد ما كارني حد لا, ما خدام عند حد ما يفرض علي حد شيء عملي الصحفي اللي بديته من 1999 وانا مستمر فيه يومنا هذا أه ارى بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم الشعب الصحراوي سينال استقلاله عما قريب ونتمنى كذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم لأنه الشعب الشريفي كذلك على انه يبدا الخطوات اللي هي اساسيه ومهمه اللي ممكن ان شاء الله الرحمن الرحيم تمكنه على انه حتى هو يرفع الرايه او يرفع البطاقه الحمراء في وجه هذا المحتل المغربي باش كذلك الشعب المغربي يتحرر لانه عارفين بانه اليوم راه الشعب المغربي موجود تحت نير الاحتلال راه نقول لك الرباط محتله راني عارف علاش قلت لك الرباط محتله والدار البيضاء محتله ومراكش محتله لانها مدن توجد تحت قبضه النظام العلوي اللي هو نظام ما في خير للشعب المغربي واضح الاخ محمد الراضي باش غادي هذا المباشر كلمات في حق ناصر الزفزافي الاخ محمد رجل صنديد رجل بطل رجل عنده كاريزما انسان يعني استطاع فعلا ان يعطي للريف يعني قيمته الحقيقيه ما شاء الله يعني شخصيه ما شاء الله قادرة على التأثير استطاع يجمع الآلاف بل مئات الآلاف من من أهل الريف تحت كلمة واحدة في الوقت الذي لم يستطع فيه نظام الزريبة بتلفازاته وإذاعاته ومواقعه الإلكترونية أن يعبئ لفائدة المخزن. مع الأسف اعتقل وهذا كان متوقعا جدا من طرف النظام المخزن. نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يخرج من سجنه وأن يعود إلى ساحة النضال عبنا عليه إحنا كصحراويين تصريحاته فقط من الأوقات حينما هاجم البوليزاريو وحينما وصفها بـ بـ بأوصاف يعني ما كنا يعني نريد أن نسمعها منه لكن هذا بالتأكيد سببه ماذا سببه أكيد عدم معرفته الحقيقية بقضية الشعب الصحراوي اللي لا يمكن أي حقد لأي إنسان سواء كان ريفي ولا مغربي لكن في النهاية مصير الأخ ناصر الزفزافي على أنه يعرف الحقيقة كاملة كيف كما هو كذلك مصير كل الشعب المغربي أن يعرف الحقيقة كاملة وأنا ذاك سيكون من أوائل المساندين <applause> للشعب الصحراوي. آه كلمات في حق طاغوت محمد السادس مجرم ملك كسول ملك ديكتاتوري ملك يكون لا يقبل الشرف، يعز كثيرا المتخاذلين الخوانة يقربهم يفتح لهم مؤسساته يعينهم على رأس المؤسسات يبقيهم على رأس مؤسسات أكبرهم الدكتاتور فيصل عريشي اللي هو كذلك يعني واحد من من الذين تربوا معه واللي وسطوا عليه لالته أمينة قبل أن تتوفى قلت له لي فيه وراه متهلي فيه الدكتاتور آآ آآ نكل بشعب كامل كما نكل كذلك بالناس اللي هما كانوا قد يكونوا نخبه المجتمع المغربي يعني مجموعه من الكفاءات التي لا يمكن لاي نظام عنده قراب من العقل ان يفرط فيها وامثاله يعني امثال هذه الحالات كثيرون من الذين طلبوا اللجوء في الخارج واللي فروا بجلدهم لانه نظام يكره الشرفاء يكون يكره الشرفاء يكون يدعي الشرف ويكره الشرفاء يا للعجب آه، تحياتي لك الاخ الراضي آه، كما قلت لك آه، اول مره نستضفوك آه، عبر هذه القناه آه، يعني كان لنا الشرف آه... باش تكون معنا كضيف يعني كنتمنى في المستقبل يعني القناه القناه ديالكم كل مظلوم كل ولاد الشعب صحراوي ولا مغربي ولا كما داير المظلوم كنقول له مرحبا وخا حتى هذا العياش كنقول له مرحبا الا عندك شي حاجه تقولها بدلا من السب والشتم والقذف اجي ناقش الفكره يعني احنا كنرحبوا باي واحد الاخ الراضي دابا انت استضفتيني وان شاء الله كنتمنى يمكن حتى انت بغيت حتى انت بغيتي تستضفني انا والاخ عيسى على واحد القضيه الاكاذيب اللي كيسخرها النظام المغربي لا هو لا نظامه لا مواقع الصرف الصحي بالدلائل يعني لحقاش كانت واحد المحاكمة هنا في هولندا، لحقاش كنا كان كنديروا شي شي مسائل رمزية كنهبطوا هذيك الشرويطة اللي ما كنعترفوش منها، بعد أنا شخصيا كاري في ما كنعترفش بهذيك الشرويطة، وكنديروا هذيك درناهم جوج هنا في هولندا، والدبلوماسية هنا دارت بين الشكاية كان عندنا المحكمه في هذا الشهر 18 اكتوبر تحكمنا بالبراءه تفاجئنا مرارها كاع المواقف الصرف الصحي ولا شنو نقول يمكن ان صح التعبير خرجوا سوقوا الاكاذيب باللي راه تحكمنا بسبع ايام ديال الحبس و عامين ممنوع نقربوا ونديروا شي وقفات القنصليه، يعني هذا الموضوع الاخوان الاخوان غادي ان شاء الله نكونوا ضيوف عند عند الاخ الراضي وغادي يكون عندنا الشرف وان شاء الله غادي نعلنوا فوكاش غادي نوضحوا هذا الشيء المسائل باش نوريوا بالدلائل بلي هذه الدوله ولا اللي حاكمينها باللي على الكدوب. الاخ راضي. الله يرحم حالك الوالدين. نقول لك مجددا كنشكرك بزاف ونتمنى الحريه للشعب أه الصحراوي أه الاستقلال ديالو من هذا الطاول. تحياتي لك الاخ. شكرا جزيلا الاخ كريم وتحياتي كذلك للاخوان اللي معاك ولكل الشعب الريفي وان شاء الله الرحمن الرحيم من الاستقلال جميعا مرحبا وسهلا. Bye.